بنرحب بحضراتكم النهارده، واسفين جدا على التاخير بسبب التواصل من خلال الانترنت. فمعانا الاستاذ الدكتور هاني عياش، طبعا ابستيت نيويورك، ومرحب بكم طبعا النهارده في السهره دي، ونعتذر مره ثانيه عن التاخير. في زملاء كتير دخلوا جوين في الفتره اللي احنا كنا بنعد فيها الشغل. نامل الزملاء اللي هم في مايك عندهم مفتوح او كاميرا نقفلها، وانا هتابع ده برضو. معنا دكتور هاني يتكلم طبعا عن موضوع فيري اب تو ديت، الموضوع مش هقول موضوع الساعه، موضوع الساعات اللي جايه، يعني هنتكلم في الفيوتشر او نير فيوتشر. فبنقدم حضرتك، اتفضل دكتور هاني. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك، اهلا بيكم كلكم. انا فرحان ان مع بورسعيد الاول، وانا بنتمي لبورسعيد، وانا نفسي كنت اشوفهم واحد واحد بصراحه. وفرصه جميله جدا ان الدكتور اسامه، ربنا يبارك فيك انك وصلتني باخواتي وزمايلي واحبائي، وانا اللي قعدت معاهم فتره طويله جدا جدا، اكتر من 10 سنين 15 سنه نشتغل مع بعض. ففرصه جميله جدا جدا، واتمنى ان احنا نشارك المعلومات مع بعض وفي الموضوع البانديميك الفظيع اللي احنا عايشين فيه ده. بس الحمد لله في لي مسجز كتير النهارده. انا هكلمكم على حاجتين اساسيين، على موضوع الكوفيد، ايه القصه بتاعته، وندخل بعد كده للحاجات المهمه. وانا شايف صوره بورسعيد جميله، هي ورا دكتور اسامه، فانت انت بتعمل لي شغل فيديو لبورسعيد، على فيديو لبورسعيد عشان توحشك الايام الحلوه. والله انا بقالي كام سنه شاطر بورسعيد اهو ورايا شوارع بورسعيد، فيعني عشان تيجي تزورنا بقى مره ثانيه. احلى بلد في الدنيا والله. فأنا هاني عياش. أنا طبعا للناس اللي تعرفني، أنتوا عارفيني كويس. الناس ما تعرفنيش، أنا أستاذ مساعد قسم الكارديوفاسكولار برفيوجن والأكمو في ستيت يونيفرستي في نيويورك، أب ستيت ميديكال يونيفرستي، وبرضو أسيستنت بروفيسور ريسيرش كريتيكال كير ريسيرش في الديبارتمنت أوف سيرجري، وبرضو اسيستنت بروفيسور في الديبارتمنت اوف نيورولوجي، والاهم من ذلك ان انا استاذ مساعد في جامعه قناه السويس لغايه دلوقتي برضو. فطبعا احنا بنشتغل هنا بقالنا كتير في الموضوع بتاع الاي ار دي اس والسبسز، وطبعا انا بدرس دلوقتي في قسم الاكمو اللي هو ده فيري يعني حاجه كويسه جدا دلوقتي الدنيا كلها، بس للاسف شيء مش موجود كتير في الميدل ايست. وبنعمل حاجات، وكان كل شغلنا في خلال الخمس سنين دول على الـ ARDS و how to prevent ARDS و how to treat ARDS in a good way. طبعا الـ COVID-19 هم الأول سموه SARS Severe Acute Respiratory Syndrome، وأنا أعتقد المسمى ده غير دقيق، لأنه هو الـ COVID-19 مش respiratory only, it's mainly vasculitis. فطبعا هو المفروض يتسمى acute respiratory distress syndrome او severe acute respiratory syndrome with vasculitis. الموضوع ابتدى، دي جروب من الكورونا، طبعا الكورونا فيروس موجوده في الحيوانات وفي البني ادمين. احنا very common ان احنا كان يجي لنا كورونا فيروس في اي معظم infections موجوده، ولكن اللي حصل ان هو طبعا هي انواع الفا وبيتا وجاما ودلتا، ودول الجروبس بتاعتهم بيتا، وكانت ابتدت يعني ابتدى يحصل لنا قلق لما ابتدى الباتس الخفافيش من 2002 ابتدى يحصل لها هولت في تشاينا، برضو تشاينا، وابتدى يتنقل للهيومن بينج، وكانت اصاب حوالي 4000 واحد، ومات منهم حوالي 700، كان حوالي 10%، كان حوالي 8000، لا سوري، كان حوالي 9000 شويه، ومات منهم 800، وكان حوالي 9%. وجي بعد كده في 2012 اتنقل برضو ايرون باتس، واتنقل عن طريق جمال في السعوديه، وسموه ميدل ايست سيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم، وكان حوالي 2400 واحد، ومات منهم برضو 800، كان حوالي 35%. دخلت بعد كده جه في 2019 ابتدى كان في سندروم، مش عارفين ايه الموضوع، لقوا انه في نيمونيا في الصين كما يقال من الصين، بس احنا عليهم علامه استفهام كتير، فلقينا انه انهم بيطلعين حاجه برضو انه بيسموها ال WHO اعلنت عنها في فبراير 2020
انه سموه الكوفيد 19 او سيفير اكيوت ريسبيرتوري سيندروم 2، وسموه الكورونا فايروس هو الفيروس لكن الديزيز اسمه كوفيد. فابتدت بعد كده يبقى الموضوع، الموضوع طبعا بيبتدي انتوا احنا عارفين كل الكورونا شكل واحد اللي هي عباره عن تاج فيها سبايك بروتين طلع منها اللي هو الكورونا، والسبايك بروتين ده هو المشكله فيه كله معظمه، يعني انه السبايك بروتين ده بيجي بيدخل من التي زونز اللي هم عينيك وعينيك او مناخيرك او بقك الميوكس مبرينز، ويبتدي يدخل على الاي سي تي ريسبتورز. بات باي ذا واي برضه هو ده مش المود اوف انفكشن الوحيد، هو لقوا انه ليه في كوورال برضه ترانسميشن، وده موجود عشان كده وموجود في الحمامات اكتر مكان، وده السورس اوف انفكشن عالي جدا، لانه حتى السورس لان معظم الفيروسز فيها مشكلتين، لا اما انفكتيفيتي لا اما مورتاليتي، يعني واحد بالطول واحد بالعرض. كان السارس كانت المورتاليتي شويه معقول والانفكتيفيتي معقوله، السارس الميرسا كان الانفكتيفيتي قليل بس الوفيات كانت اعلى 35%. جالنا كوفيد 19 كانت عاليه جدا اول ما ابتدى واصاب حوالي 250 بلد في العالم، وبعد كده والمورتاليتي بتاعته دلوقتي برضه ابتدت تعلى، فبقى ما كناش بنقول بس انفكتيفيتي، ده انفكتيفيتي ومورتاليتي. فالقصة انه لو وطبعا داخل برضو قد ايه الفيرال لود اللي موجود وقد ايه بيتنفق في حاجات كتيرة قوي، والمود اوف ترانسميشن بيختلف كتير قوي، ان زي ما اتفقنا ان هو موستلي هو كنا الاول بنقول سيرفيس لانه هو الويت بتاعه اكتر من 5 نانومتر ومليتر، وبعدين ابتدوا دلوقتي يقولوا انه لا ده في بعض السمول بارتكلز منه حتى بتطلع بتبقى ايربورن روزل. فهو مش موضوع بس انه سيرفيس ان انت بتحتك بيه وتحط ايدك على التي زون اللي هو عينك ومناخيرك وبقك، ودي التي زون احنا بنقولها ليه؟ لان انتوا وانتوا بتحتكوا بالمرضى مش كفايه ان تحط ماسك، لانه لازم تغطي عينك لانه عينك ميوكس مبرين برضه، فميوكس مبرين هير اند ذير اند ذير، فده طبعا فيري كومن ذا سورس اوف انفكشن. وتيك كير اولسو بيهيفير من والماسكات حتى انواع. المهم نتكلم على والماسكات اللي طبعا السيرجيكال ماسك انت بتحمي قدامك بس ما بتحميش نفسك، فاذا كان كل الناس لابسه السيرجيكال ماسك اتس جريت، بس اذا كل الناس مش لابسه واحد فيهم مش لابس السيرجيكال ماسك فهيعدي الكل اوكي وهتبقى كانك مش لابس. ففيري امبورتنت انك انه كلنا طبعا الـ N95 اسمه N95 لانه بيحمي 95% بس من الانفكشن. الكلوز هو مش استادد، لكن بعض الناس بيقول لك اللي موجود حتى يعني هيبقى موجود. فاحنا كلنا عايزين نبقى ماسك كوميونيتي او كوميونيتي وذ ماسكس اند وذ سوشيال ديستانس. السوشيال ديستانس فيري امبورتنت لان لقوا انه within 6 feet اللي هو حوالي مترين انه ممكن الرذاذ ده ممكن بيبقى موجود في بعض في الهواء بيقعد في الهواء. طبعا هو كل الكلام كونفليكت، بس الايفيدنس بعض الاستاديز بتقول انه بيقعد 3 ساعات، فانت وانت داخل اسانسير واحد كاح فتيك كير، وزي ما كاح مش ممكن يدخل من هنا ومن هنا ممكن يدخل مناخيرك كمان، او انت قاعد ماشي في المستشفى وده فيري كومن. فتيك كير اخواتي الاعزاء انه تو بي بروتكتد بالبي بي اي الكويسه اللي موجوده معاك، ولازم تحمي نفسك لان انت اهم واحد في العالم دلوقتي، لانه احنا الاطباء دلوقتي ربنا يبارك فيك واحنا كلنا سبورتد يو، مهم جدا انك تحمي نفسك. لما تبقى راكب طياره ويقول لك لو حصل مشكله اربط حزامك قبل ما تربط اللي جنبك، فمهم جدا انك تحمي نفسك قبل الاخرين عشان انت مور فاليود دلوقتي في الشغل ده في الوقت ده. وده للمجتمع ولكل الدنيا عندكم ان انتم مهمين جدا، وانتم المفروض العنايه وبالدنيا كلها حتى هنا. فده نمبر 1. نمبر 2 انه هو بيدخل بقى ندخل في الباثوفيسيولوجي، هو زي ما اتفقنا هو زي التاج، فبيطلع منه السبايك بروتين بيدخل من الميوكس ميمبرينز بيدخل على الاي سي 2 ريسبتورز، هو نوع من انواع البروتينز. احنا كلنا بنتكلم على الانتي هايبرتنسيف والحاجات الاي سي 2 ريسبتورز بلوكر، ولكن هو ده نوع من انواع البروتين بيدخل عليه بالسبايك ويدخل يعمل له حاجه اسمها اندوسايتوزز. اندوسايتوزز يعني بيدخل جوه، اندو يعني يدخله جوه الخلايا، سيتوزز لغة الخلايا.
وبعد كده يبتدي يحصل ريبليكيشن، يبتدي يبقى يتكاثر بدرجه فظيعه جدا لغايه ما يطلع بعد كده ويطلع بره اكسوسيتوزيس، بدل ما كان واحد بقى الافات ويدخل في خليه وهكذا وكذا. في اثناء الفتره دي بتطلع اجسام جسمك بيقول لا ايه اللي حصل ده، فورين بادي طلع سايتوكاينز. والسايتوكاينز دي بتسمعوا عليها سايتوكاين ستورم، وحتى فيها كذا حاجه بتتحكم فيها. يعني اخر حاجه دلوقتي بيتكلموا على البلازمانوجين والبلازمين، لانه بيأثر على على السبايك بروتين اللي هو الاس بروتين، وبيعمل له كليفنج وبيخليه مور فاريولنت. عشان كده بعض الناس بتتكلم على ترانزيميك اسيد اللي هم كانوا بيدوه زمان ترانزيميك اسيد، وبيتكلموا هل هو يقلل الكليفنج بتاع لانه بيمنع البلازمينوجين للبلازمين، وبالتالي بيكسر السايكل دي. برضو بعض الناس بتتكلم كده. طبعا عشان تبقوا فاهمين انه الميكانيزم لحد كبير احنا ابتدينا نفهمه، لكن العلاج ستيل، وانا هقول لكم دلوقتي في المحاضرة ايه الموضوع. فالمهم فبيدخل جواها وابتدي يعمل السيتوكاينز. السيتوكاينز دي نوع من الانفلاماتوري رياكشنز، ودي بتدافع عن جسمك المفروض، بس فيها انواع كتيره، منها IL6 ومنها IL10. الIL6 ده انفلاماتوري موديوليتور، وده بيعلى برضو، وده مشكله انه بيضم بيعمل تيشو انجري، مش هو بنفسه، هو بيدخل بيؤدي الى النيتروفيلز بتطلع وبيعمل له تيشو انجري. لكن MMPs دي نوع من انواع الانفلاماتوري ميديتورز also دي بتدخل وبتعمل تيشو انجري على طول، فبيطلع الانفلاماتوري بروسيس. ودي بنسميها لو انتم فاكرين الاي ار دي اس بنسميها سيري سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم او سايتوكاينز ريسبونس سيندروم. ودي بتطلع طبعا السايتوكاينز دي بتطلع ما بتاثرش على اللنج بس، كان يوجوالي احنا بنبص على كل الفايرال انفكشن بنقول انه الفايرال انفكشن بتدخل على اللنج تعمل اي ار دي اس. الاي ار دي اس معناها انه هنتكلم بالديتيلز عليها، ولكن خدوا بالكم في حاجه طبعا ويل نون كانت قبل كده بتعملها سيبسيس سيفير سيبسيس مع السيريز بتطلع بتعمل المودز المالتيبل اورجان ديزيز او ديسفانكشنز او مالتيبل اورجان فيلير. واحنا ويل نون ان احنا عارفين انه المالتيبل اورجان فيلير ده بينفولف الهارت واللنج والكيدني ومالتي سيستم والكواجوليشن. ايفن في الكواجوليشن يعني في السيفير سيبسيس احنا عندنا في هايبر ان هايبر هايبو كواجولو ستيت، وانا هنتكلم عليها دلوقتي في كوفيد، وحتى في الانترافاسكولار ديسيمينيتد كواجولوسيس برضه بيحصل فيها هايبر وهايبو، عشان لما بنيجي نتكلم على انتي كواجولانس ونتكلم ايه اللي بيحصل. فالمهم بيوصل لدرجه ان هو بيحصل اكيوت اي ار دي اس، ولكن الاي ار دي اس في الكوفيد 19 مختلفه، وانا هقول ايه الفرق بين الكوفيد 19 دلوقتي عن بقيته. يحصل ARDS، وبالتالي احنا بندي كان علاج الـ ARDS زي ما احنا هحكيلكم دلوقتي، هنتكلم بالديتيلز عنها. بس الجديد بقى في الكوفيد 19، الجديد في الكوفيد 19 انه مش ARDS بس، يعني في الصين اعتقد حاجه 40% دخلوا في ARDS، وكان الـ ARDS طبعا زي جاتانينو اللي هو الجاد فاذر بتاع الـ ARDS، هو راجل ايطالي ودلوقتي قاعد في المانيا لانه طلع معايش، وطلع انه تو فينوتايبس من الاي ار دي اس من الفيروس، في ال واتش لو كومبلاينس وهاي كومبلاينس. الواحد فيهم فيري بناين، يعني مش فيري بناين، ده اللي بيعدي بيبقى مايل تو مودريت، والثاني بيبقى سيفير. وعشان كده حتى بتستخدم ايه بعد كده في العلاج اكوردنج للفينوتايبس للسيمبتومز الموجوده، وعشان كده ده بيستجيب ده ما بيستجيبش. وبرضه حصل بعض الميوتيشنز، لقينا فيه انه 14 نوع من الفيروس موجود في امريكا، في 98 نوع من التشينجز الموجوده في الاس بروتين برضه موجوده في انجلترا. ولكن الحمد لله الفاكسين اللي طالع بيشتغل على حته من الام بروتين والاس بروتين، مش نوت ميوتيتد يات. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، فاحنا ابتدينا نتكلم على انه طيب اوكي هي دي ARDS؟ No, it's not ARDS typically. فالفيروس بيعمل حاجة جنب الARDS وجنب السيري وجنب السيتوكاين ستور وجنب الكلام ده، حاجة اسمها لو بصيتوا في نيو انجلاند Journal of Medicine في 2011 بتطلعين انه الـ RNA viruses تعمل حاجة اسمها
RNA respiratory induced coagulopathies, thromboembolic thrombocoagulopathies. ايه اللي بيحصل؟ ودي بتبقى لوكال في الـ في الـ في الـ في الفيزلز نفسها، لانه ما لقوش شاور بالايكو في الهارت عشان تنطر المسك. ليه؟ لان احنا لقينا كان كل الناس قاعده تعالج بالفنتليتورز وغيرت الفنتليتورز واعمل يمين وشمال، ومع ذلك الكومبلاينس بتاعت اللنج كويسه. وللاسف الشديد انه العيان بيموت، يعني الكومبلاينس كويس ولكن في ريفراكتوري هيبوكسيميا. فابتدينا نتكلم على لما ابتدوا بقى بتوع ايطاليا شرحوا الجثث عندهم وفلقوا كميه امبولوس كتيره جدا في البلمونري ارتر. فابتدينا نقول ايه اللي بيحصل، وده كان معظم كود اوف داث. فابتدينا نشوف الميكانيزم ايه اللي بيحصل، اشمعنى الفيروس ده هو بيسموه نوفل وهو نوفل فعلا، واحنا ستيل وي ار ليرنينج ا لوت فروم ذيس فيروس. فازاي بقى نوفل؟ انه بيشتغل مش على ريسبيرتوري بس، لا ده بيشتغل على البلاد فيزلز اوريدي وبيعمل كده. وطب نعمل لها ايه الريسبيرتوري انديوسد ثرومبو امبوليك مانيستريشن؟ ودي انكلودد الايدز بيعمل كده لانه ار ان اي فيروسز، بس للاسف الشديد ما كانش حد بص عليه. فابتدوا يدوا الانتي كوجلانز، ودي وده مهم جدا بقى الموضوع، لان احنا عارفين الباثوفيسيولوجي. اللنج وظيفتها ان انت انها بتنظم لك الاكسجين والسي او 2 عن طريق ان دي الفيولاي. انا ممكن اوريها لكم في نفتح المحاضره يا دكتور اسامه استاذنك. ده جزء الكريتيكال كير، انا بعمل ريسيرش بتاعي في الاسم ده. وده انتنسيف كير صغيره كده بنعمل فيها كل ريسيرشز. احنا حوالي احنا جامعه ستيت يونيفرسيتي في نيويورك 64 جامعه بعض، احنا اكبر جامعه في نيويورك. ومعانا كوربريتور، معانا كولابوريشن مع معظم الجامعات في امريكا، وبنعمل كلنا الشغل هنا. فده كان ابتدينا نتكلم. دي الجامعه طبعا، الجامعه دي اكبر زي ما احنا اتفقنا اكبر جامعه في نيويورك. وابتدينا نتكلم زي ما احنا اتفقنا على الكوفيد 19. ده الوضع في مصر النهارده، في عندك 24000 كيسز، 985 في مصر، في ريكفرد 6810، وحوالي انتوا طبعا النتائج دي في حاجات كتيره قوي ممكن تتحلل. يعني الحالات الكونفيرمد في كتير جدا، ونظرا لصعوبه التحليل ما نعرفش نعرف بالظبط حجم المشكله قد ايه، لانه المشكله ان 80% من العيانين بيجي لهم بيخفوا مايل كيسز، و20% منهم تو بي ادميتد، وحوالي من ال20% دول حوالي بيتاخر في الاخر 5% بيدخلوا العنايه المركزه، و2% في الاخر بيموتوا، لانه دي هقول لكم بيموتوا. فالارقام دي برضو ممكن تبقى اكتر من كده، حتى في امريكا الارقام ممكن تبقى اكتر من كده. الاثنين عشان كده احنا بنعمل سكرينينج تيست كتير جدا عشان نكتشف احنا عندنا دي ونبتدي نتعامل معاهم ازاي. اثنين الديث ريت، طبعا انتوا نظرا لوجود الناس قاعدين في البيت، انا ما اعرفش في مصر قاعدين في البيت ولا لا، بس اتمنى انهم يكونوا قاعدين في البيت. فاذر كوزز اوف مورتاليتي قلت عندكم، يعني المورتاليتي الوفيات اللي ناتجه عن حوادث الطرق والكلام اللي هو ده كان نمره واحد بيموت في 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 مصر، قلت لان ما فيش ناس في الشوارع. فكميه المورتاليتي دي اذا كانت كومبيرد للمورتاليتي بتاعت السنه اللي فاتت، فانا اعتقد ان يبقى مصر ماشي كويس. يعني لو هي، لان انا في ناس قالوا لي ان هي قريبه جدا من السنه اللي فاتت، ده فيري جود ساين. وبس طبعا النتيجه اللي تشينج الكالتشر وتشينج البيهافير وتشينج حاجات كتيره جدا، وتشينج الايكونوميك ستيت. فاحنا عندنا مشكله في مصر المفروض نحلها بسرعه. طبعا ده اللي حصل في مصر. وطبعا مورتاليتي الفيتاليتي ريت 3.8، ودي طبعا الديلي انسيدنس تشارت زي ما انتم شايفين. الموضوع بقى جامبنج خالص اليومين اللي فاتوا دول، وده المالتي فاكتوريال افكت. وفي في الاخر انا عايز اقول الرساله اللي نفسي اقولها، خدوا بالكم it's a novel disease we don't know a lot about it. احنا عرفنا كتير
بس هو زي ما انا قلت الناس كلها زمان، انت واحد جه ضربك وقعك على الارض على بال ما تقوم تقف وتشوفه هتاخد وقت. فانا احنا طوق حتى الجايد لاينز والحاجات اللي بتحط كلها ما فيهاش قران، مش قران او انجيل ان احنا هنمشي وراها من غير تفكير. فالموضوع زي ما احنا كنا دايما بنقول personalized treatment, it's a personalized treatment مع COVID. ما فيش داعي نبتدي نجري وراء اي حاجة هو ده صح وهو ده غلط، خصوصا ان انا شايف بعض الناس من بعض الدول انا مش عايزة بتدوكوا guidelines في التليفون وguidelines على التلفزيون. يا جماعة no, we must read, we must know what's going on. ولازم نشوف احنا ايه البيرسوناليست تريتمنت من عين. وانا كتبت الكلمه دي ان الموضوع يعني ماتش اوف ذا باثوجينيسيس اند اوبتيمال سوري ثيرابي فور سارس ريمينز انون بات وي سترونجلي بيليف ذات اتس كريتيكالي امبورتنت ذات وين فيسد ويز انسرتينيتي كلينيشن ستيك تو ستاندرد اوف كير ذات ار بروفن اند روبست. ذا سارس كوفي Two, pandemic is an opportunity to learn how to treat patients and test therapies at the same time. اللي بيحصل انه احنا بنتعامل مع المجهود والمجهود بيجيب panic، عشان كده الناس بتخاف والناس. فانت لازم تبقى very cautious اللي بيحصل. Treating all the patients with the same therapy regarding the stage of disease or clinical phenotype is also perilous. And probably conduct trials is necessary to select patient characteristic associated with beneficial response. It's very clear that patient who is presenting with different clinical phenotype causing respiratory failure, both with or without evidence of cytokine storm. وبرضو it would be clearly to unreasonably to expect patient with such different phenotype to respond similarly to the same experiment intervention. They're very important. ان احنا ما تعالجش كل الناس. You cannot paint زي ما احنا بنقول هنا مثلا مشهور في امريكا You cannot paint all the people with the same brush. يعني ما تقدرش تعالج كل الناس بعصا سحرية كل الناس تاخدها خد ده خد ده خد ده خد ده خد ده no. We must to know that it's a personalized treatment. ابسط مثل في الريمديزيفير اللي الناس طلع بتكلم عليه اللي هو الانتي فيرال اللي ابتدينا ناخد عليه emergency used sterilization وهو دلوقتي معمول في امريكا كان بيجرب على الكريتيكال كير بيشنتس وكان بيجيب نتائج كويسه مش نتائج يعني في السيفير كيسز نقلل الادميشن في نقلل اللونج ستاي في الاي سي يوز من 15 يوم ل 11 يوم وقال المورتاليتي من 11% ل 8% معقول يعني. فده كان شوفوا الريمديزيفير نفسه اتسلف لما تيجي تشوفه هو بيعمل ايه يعني قرناه في 53 عيان والسيفير اي ار دي اس سوري كوفيد 19 انفكشن شود امبروفمنت ان اوكسجين سبورت ان 36-68% اوف بيبل وير 15% شود وورسنينج. Clinical improvement was less frequent among intubated patients and patients older than 70 years with serious adverse effect reported in 23%. If unpersonalized therapy is clearly going to be required. With your message, please, لأنه انتوا بتفتكروا انه أمريكا وإنجلترا وعندو انت يوكا انت لازم تشتغل في مصر انتوا عندكم حالات وانا والكلينيكال سنس عالي جدا وانا بثق في احنا كلنا جايين من مصر كلنا اتعلمنا في مصر والحمد لله يعني. ف مهم حاجه البيرسونلايز ثيرابي. وان سمري وي بيليف ذات ذا وايد سبريد اوف كليرلي اكسبيرمنتال ترايل ثيرابي بينج ريبورتد ان بيشنت وذ سارس از دينجرس لان معظم الدراسات زي اللي اتعملت هيدروكسيكلوروكين مثلا الهيدروكسيكلوروكين اتس ديسكريبتيف ستادي اتعملت على 100000 واحد و15% 15000 كانوا عندهم كانوا واخدين هيدروكس كانوا انفولف في الهيدروكسيكلوروكين كان حوالي 3000 واخدين 1800 كلوروكين و 3000 واخدين هيدروكسيكلوروكين وكان في ميكسد مع كلاريثرومايسين اللي هو الكلاسيد في مصر كانوا حوالي برضو حوالي 3000 وكان الباقيين واخدين هيدروكسيكلوروكين مع زيسرومايكس. ديسكريبتيف ستادي على 100000 بيشنتس وطلعوا انه لا المورتاليتي زادت كان في البلاسيبو كان المورتاليتي
بلاس من 10 واللي واخدين هيدروكسيكلوروكين وصلت ل 16% والهيدروكسيكلوروكين 18% والكومباينيشن مع كلاسيد وصلت 22% والكومباينيشن مع الديسوماكس وصلت 23%. وده ارقام مش حلوه لانه لما تيجي في حاجه اسمها كريتيكال ابريزل لاي بيبر انت او لاي بحث, بس طبعا دبليو تشو شافت الارقام دي قالت لك لا ده رعب, ولكن احنا خدنا النتائج وبقت واحنا اتفقنا عليها. وبعد كده المهم ان احنا نبتدي نعمل كلينيكال ترايلز, ده اللي احنا بنقوله. بس كلينيكال ترايلز هتاخد وقت كتير مننا على بال ما نبتدي نعملها. واحنا هنبتدي, خدوا بالكم احنا مش عايزين بعد 10 سنين نقول احنا كنا موتنا ناس بالحاجات اللي احنا عملناها, لان احنا مشينا ورا الناس من غير ما افكر. فده نمرة واحد. نيجي بعد كده وخصوصا ان ده على اللونج تيرم, انت مش هتتعايش مع كوفيد 19 النهارده وبكره, انت هتتعايش معاه مدى الحياه زي الانفلونزا. واحنا الاخر الاند بوينتس بتاعتنا ان احنا بنتمنى ان تكون ان الكوفيد 19 نتعامل معاه زي التامي زي الفلو, خد تامي فلو وفي فاكسين, وده الاند بوينتس ان شاء الله اللي هتحصل. فلازم من اول ما نمشيش من غير ما نبص على العيان كلينيكالي ونشوف ايه الدواء اللي يتناسب معاه ونبتدي نكمل. مود اوف ترانسميشن ده ما احنا اتفقنا, وانا عايز ادخلكم على طول على الـ طبعا هو ليه ساين وسيمتومز, انتوا عارفين كلكم, انا مش عايز اكرر يعني. انت الساين وسيمتومز, السيمتومز هي ممكن تبتدي من فيبرايل ايه فيبرايل. طبعا احنا معانا الداتا بتاعت الصين اللي كانت عملناها, معناها احنا ما بنثقش فيهم قوي, لكن اللي كانوا بيشتكوا منه كان حاجات كتيره جدا, فاتيج فيفر شورت براث فاتيج ديزنيا. دي مشكله خدوا بالكم, لانه انا افضل ان اي مريض يشتكي عندكم ولما يوصل لديزني معناه ان الموضوع هيبقى اكسجريتد, وانا هقول لكم دلوقتي ليه كويس, لانه ابتدى يبقى بولموناري ديما, وهي دي التعريف بتاعت الاي ار دي اس نان كارديك بولموناري ديما. فالفيفر مش لازم, لانه مش كل العين في عندهم فيفر, او 80% من الناس عندهم فيفر, في 20% ما عندهمش. شورت اوف بريث 50%, الفاتيج 50%, ديزنيا 50%, انوركسيا 48%, دراي كوف, مش كلهم عندهم دراي كوف, دايريا, بعض الناس فيهم بتجيلهم فقدان حاسه الشم او الاكل, ودي نتيجه للافكشن للانكيفالوباثيز اللي بتيجي مع ثرومبوتيك افكت في السيريبرال. والديزنيا بعض الناس ما بيجيلهمش ديزنيا وبيبقى الاكسجين ساتوريشن بتاعهم واصل 60 و70, ودي بنسميها سايلنت اسكيميا, سايلنت ديزنيا. ودي نتيجه ليه؟ لانه احنا هنتكلم دلوقتي انه لما اوريكم الصوره بتاعت اللنج, انه الموضوع مش موضوع فنتليشن بس, الموضوع فنتليشن في كيو ميس ماتش, انه البلاد فلو اللي موجود مش مظبوط, وانا هشرح لكم بالتفاصيل. طبعا ممكن تكون عن طريق جي اي تي, وممكن تكون تيجي تشيست بين, منهم كتير ناس عندهم بلوريفيوجن, ومنهم ناس عندهم نيوموثوركس برضو كانوا دايجنوزد بيهم. فده معظم الحاجات, وطبعا هم موستلي كان بيجي في الايج جروب زي ما انتم شايفين الابوف 65 52%, ولكن ده مش انديكيشن, بيجي في اي ايج, ممكن تيجي الكومبليكيشن في اي ايج. فده يعني زي ما احنا اتفقنا الفيميل اكتر من الميل, وكانوا بيتكلموا دلوقتي على حاجات كتيره على الهرمونال وهل دي بروتكتيف ولا لا, لكن برضو يعني الموضوع كموب حتى البلاك والوايت طبعا في مالتي فاكتوري بتاثر على القصه دي, حتى الاطفال, وانا هتكلم شويه على الاطفال لما نيجي جيلها ان شاء الله. الكوموربيدز اكتر حاجه اللي هو الهايبرتنشن, وده غريب جدا برضو شويه, لانه برضو لما تلاقوا الهايبرتنشن والدايبيتس كوروناري هارت ديزيز عندهم البلازمينوجين بيبقى عالي, لقوا برضو القصص دي. ودي برضو من الحاجات اللي ابتدينا نتكلم فيها دلوقتي, ده بيبرز لسه طالع امبارح اول امبارح يعني, فابتدوا يتكلموا على القصص دي. كرونيك طبعا المالجنسي ما بلاقوش عالية قوي زي ما احنا متوقعين, فده القصة كلها. طيب ودي طبعا الانفستيجيشن اللي ممكن بلاقوها وايه اللي بيطلع عالي وقليل, بس انا عايز ادخلكم على الموضوع الاساسي, انه الـ ARDS من زمان اوكي عندنا مشكلة فيه. وطبعا انتوا في الاطفال وشايفين انه الـ ARDS في احسن اماكن في العالم نسبه المورتاليتي كانت تتراوح من 40 ل 60%. اوكي طيب القصه ابتدت في سنه 2000
طبعا هو الدايجنوزز ابتدوا يعملوا حاجه اسمها ارز نت. فانا هكلمكم اللي احنا لقينا ان 40 60%. فابتدينا ندرس ليه يا جماعه ما بين الناس ما بت... ومن 2000 لغايه 2020 40 ل 65%. طب ليه؟ انت احنا كل اللي احنا بنعمله ده ما بيجيبش نتيجه. وزي ما بيقول اينشتاين، انت لو كررت نفس الطريقه وجبت نفس النتيجه وعايز تجيب تاني نتيجه تانية وانت قاعد بتكرر نفس الطريقه وتجيب نفس النتيجه، ده يبقى انسين، ده يبقى جنان. فابتدينا نستدي الباثوفيسيولوجي، ابتدينا نجيب من الاول ايه الموضوع الاي ار دي اس ونشوف حاجه، هل الفنتريتور مفيد ولا مش مفيد. وحاجه طلعنا حاجه اسمها ويل نون فنتريتور انديوسد لانج انجري. فابتدينا نبتدي نبحث من اول وجديد، ده بيعملوا لابس، ابتدينا نعمل من اول وجديد على القصه كلها. وده اللابس الموجود، وزي ما انتم شايفين كذا سرير وفي فنتريتورز، في كل ما تراه في العنايه المركزه، بس هيطبقوه على الانيمالز الاول. ودول طلب الطب واساتذه الجراحه كلهم موجودين، وكان كل الاستاديز بتبقى موجوده على القصه دي. ده طبعا جاري نيمان اللي هو الدايركتور. ابتدينا نتكلم على البروبلم. في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن في سنه 2000 قالوا ان اللو تايدال فوليوم اللي هو 31 الموتاليتي بتبقى 31%، واللو تايد ولما ادوا التايدال فوليوم 12 بقى 40%. طيب ابتدوا بعد كده يقولوا اوكي ايه المشكله؟ التايدال فوليوم والبلاتو ولا البيب ولا ايه؟ وفي الاخر احنا ابتدينا نتكلم على التايمينج. وزي ما اتفقنا في سنة 20 من 20 سنة كان الولد ده صغير بتاع الهوم الون زي ما انتم شايفينه. الولد ده بعد 20 سنة بقى شكله كده. طب احنا عملنا ايه في الاي ار دي اس بعد القصة دي؟ من يعني غيرنا ولا لا؟ فابتدينا نبص على على المورتاليتي من سنة 2045 35 في الاخر، حتى ابتدينا نتكلم على 2020 كان 31% في سنة 2000، بقى 40% في 2000 زي ما احنا اتفقنا، وبقى 31. ما غيرناش حاجة بقالنا 20 سنة الـ ARDS mortality. طب ليه؟ نبتدينا نرجع زي ما قال أينشتاين، زي ما قلت لكم doing the same thing over and again and expecting different results is insanity. ابتدينا نرجع ندرس نشوف ايه الموضوع، ليه بيموتوا؟ ده اللي موجود في كوفيد 19. خدوا بالكم كوفيد 19 الـ acute respiratory stress، يعني من كل 10 عيان لو دخل وتحط على فنتريتور هيموت 4 ل 6 ونص، يعني 4 ل 6 من عيانين. طيب هو القصه لما جه كوفيد 19 ظهر القصه وقال ليه العيانين دول بيموتوا جنب الفاسكولايز. فالاي ار دي اس نفسها زي ما اتفقنا هي حوالي 150 الف كيس بير يير، اوفر اول مورتاليتي اباوت 35 تو 65%، نو كارد نون كارديوجينيك بولموناري. دي مهمه جدا انها مش نتيجه ليفت فنتريكل فيلير وبقى حصل باك بريشر وابتدت تعمل البولموناري دي، لا اتس نون كاردياك، ودي مهمه جدا. Refractory hypoxemia الـ PF ratio أقل من 300 طبعاً إذا كان في acute lung injury، أو PF ratio أقل من 200 إذا كنا بنقول ARDS. وبنقول non-compliant lung، ودي مش موجودة في COVID-19 لأن non-compliant، وأنا هقول لكم إيه الموضوع دلوقتي. وفي bilateral heterogeneous infiltrate، وبرضه في COVID-19 في glass ground إديما برضه هنقول لكم. الـ causes بتاعت الـ ARDS مش كلها sepsis بس ولا كلها COVID-19. الاي ار دي اس بتيجي مع حاجات كتيره جدا، مع هيموراجيك شوك. يعني لو حملنا هيموراجيك شوك القصه كلها ان بتطلع انفلاماتوري ماركرز، والانفلاماتوري ماركرز هي اللي بتعمل القصه دي كلها، سيريس سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم. الفاتي امبولاي بتعمل كده، البيرنز بتعمل كده، كل اي انفلاميشن عنيف من الجسم بيبتدي يحصل كده. حتى الكارديوفاسكولار بيرفيوجن اثناء القلب صناعه لما بناخد الدم من العيانين ونرجعه لهم تاني برضه بيحصل سم سورت اوف اي ار دي اس. وفي multiple transfusion أو contusion أو smoke inhalation aspiration أو pneumonia. ال number one causes of ARDS إيه هو؟ طبعاً السبسس، وده ده very common. وال ARDS خدوا بالكم إن mortality rate بتاعها أعلى من breast cancer وأعلى من HIV. ف it's something weird إن إحنا بقالنا كتير جداً مش عارفين نتعامل مع mortality rate العنيفة دي بقالنا 20 سنة. ابتدينا نقول ده بقى القصه، هقول لكم ده الاي ار دي اس وايه اللي بيحصل في الكوفيد. الاي ار دي اس اللي بيحصل اللي هو نان كاردياك اكيوت برونو دي، ما دي الالفيولاي، دي الوحده الاساسيه اللي احنا بانيه بيها اللنج. وان بيحصل الفي كيو مس ماتش، ان دي بتاخد الاكسجين، الالفيولاي بتاخد الاكسجين تدي الاكسجين للبلد
يوديه للهارت، الهارت يوديه على السيستم، يوديه على الجسم كله، وفي نفس الوقت الـ CO2 جاي لك من هنا بيطلع عن طريق الالفيولاي، تبتدي تطلع الـ CO2 بتاعك، فبالتالي انت بتتخلص من فضلاتك وبتاخد الاكسجين عشان تشتغل، عشان تشتغل بالـ ATPs. فاللي بيحصل الاتي ان في الـ ARDS ان acute leak syndrome ان بيحصل acute pulmonary edema، ان ده بيحصل destruction وsurfactant بتتقص و و و، وفي الاخر بيحصل inflammation والليكوترينز تطلع وبيحصل inflammation وبتبقى فيه مية او زي ما انتم شايفين كده إديمة جوه الالفيولاي. طيب انت عندك لو هي بالونة وتقفل وتفتح فبيحصل فيه oxygenation ويحصل exchange، لكن المشكلة لما تبقى فيها مية لا هتديك oxygen ولا هتاخد منك CO2، فده كان بيحصل refractory hypoxemia و not responding للأكسجين، وكان كمان بيحصل فيها هايبركابني لأن أنت بتطلعش فيها وبيحصل أسيدوزيز whatever. طيب ده normal ARDS، وبالتالي بيحصل لك respiratory failure وتحتاج جهاز تنفس صناعي الventilator عشان تشتغل. في COVID-19 الميكانيزم مختلف، لقينا أنه في حالات كتيرة جدا it's a great compliance طبيعي جدا، ولكن المشكلة انه في still hypoxemia. طب جاي منين؟ في حاجة اسمها VQ mismatch، V اللي هو الventilation والQ اللي هو blood flow، انت محتاج هواء ودم. فلو انت عندك هواء جاي من هنا oxygen ولكن كمية blood flow اللي رايحة قليلة، فانت مش هتديله CO2 بتاعك ومش هتعرف تاخد منه الO2 كمان، correct؟ والعكس صحيح، لو انت عندك كمية blood flow وهنا ما بيديكش اكسجين ولا بيخ ولا بيود تاخد منك برضو هيروح. فالVQ mismatch دي اللي موجودة في لقوها في الكوفيد 19. الVQ mismatch اسبابها ايه؟ لما قلنا من الاول طليان لما حللوا لما بعد العينين اللي ماتوا لقوا فيهم جلطات، طب انت دلوقتي البولموري ارتري جاي لك واتقفل، اوكي، كمية blood flow اللي رايحة لك هتبقى قليلة، وبالتالي الاكسجين السي او 2 اللي جايه قليل اللي هيطلع، والاو 2 اللي داخل لك هيبقى قليل، فانت مهما كان في هنا اير مش هيدخل على البلاد فلو، هيعمل لك هايبوكسيميا ارتيريال هايبوكسيميا، اوكي. دي جايه منين؟ لان الفي كيو مس ماتش، لان هنا في امبلس وثرومبوتيك تشينجز في القصه دي، والناس قاعده تتعالج تعالجهم بفنتليتور. يا جماعه في فاسكولار بارت، المشكله مش في الفنتريتور بروبلم، لا المشكله في الفاسكولار بارت، لان كميه البلاد فلو اللي قلت من 3 4 شهور. انا نشرت بيبر هتلاقوها لو دورتوا على اسمي، اسمها اياش اتش على الامريكان جورنال اوف ريسبيراتوري اند كريتيكال كير ميديسن، ودي نمره واحد في العالم، ده الامباكت فاكتور بتاع 16.9. احنا نشرنا 2 بيبرز، انا واحده فيهم انا السينيور فيها، على القصه دي ان احنا عايزين تو ديتكت الفي كيو مس ماتش. فجبنا باجزنا وصلنا المين ارتيريال بلاد بريشر ماب 30، خلينا يعني شوكت هيموراجي شوك، وشفنا الاي تي سي او 2، لقينا الاي تي سي او 2 في التو ديفرنت ميكانيكال فنتليشن، الكونفشنال بارت او سوري اللو تايدل فوليوم، واشتغلنا عليه بتايب اوف فنتليشن هنتكلم عليكم، وانا بعت وكان نادر موجود عندكم اتكلمكم عليه اللي هو التايم كنترول ادابتيف فنتليشن. فاللو تايدل فوليوم هيعمل دي سمول الفيولايل بيبي لانج، فابتدى السيرفيس اريا بتاعتها صغيره، فالاكستشينج بقى قليل، فالاي تي سي 2 قل، فمعنى كده مع الهيموراجيك شوك الاي تي سي 2 قل، وده اكسبكتد. ففتحنا اللانج بالتايم كنترول ادابتيف فنتريشن، عملنا انفليشن، فالسيرفيس اريا عاليه، فابتدى يحصل سم اكستشينج، فلقينا الاي تي سي 2 ابتدى يحصل يتحسن، وقارناه مع الهيموراجيك اندكس، ده وان اوف ذا بارامتر اوف مورتاليتي، لقينا ليه علاقه بيه. فاحنا لما نيجي نقيس الفي كيو مس ماتش ذير از ا لوت اوف وايز ان انت تقيسها، بس هتبقى مور انترفنشن. فالطريقه اللطيفه خالص انه تشوف الاي تي سي او 2، وده فيري جود ميثود، واحنا في بيبر احنا قدمناها الامريكان جورنال اوف كيس ستادي كيس ريبورت على مالتيبل ترومبس، هتتنشر احنا كاتبين فيها برضو انا القصه دي. طيب يبقى المشكله هنا في البلاد فيزلز، وممكن نعرف ازاي بالاي تي سي 2، حاجه بسيطه لو نقدر، هو 12 اوريدي.
طيب نعمل ايه؟ هل نقعد نلعب هنا لو هنا مفيش حاجه ومفيش نان كارديك بنور اديما وفي هنا ثرومبوس؟ العلاج انك تعالج الثرومبوس كويس، فعشان كده مادت انتي كواجلانت. اوكي، الانتي كواجلانت جابت نتائج جميله جدا لانه انت عالجت السبب، عالجت الكيو بارت من الفي كيو مس ماتش، فابتدينا نحسن ده، نزود البلات فلو. وبعض الناس ادوا تي بي اي تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، في بعض الحالات كانت كولابسد وكانت جوينج تو داي، وانس خدوا التي بي اي ماجيك ريسبونس حصل والعيانين نوت كولابسد. ودي بتفسر انه كان في مايكروثوم بس قفل القصه دي. وانس ان انت فتحت البلاد فلو ابتدى الاكسجينيشن تايدل، ابتدى الفي كيو مس ماتش، ما تبقاش في كيو مس ماتش بقت في كيو ماتش، وابتدى البلاد فلو يبقى تظبط والاكسجين يتظبط. وده الميكانيزم الاساسي كان في كوفيد. وكوفيد فيها حاجات برضو تانية، انه حتى دلوقتي كل الناس تدي انتي كواجلت، بس خدوا بالكم، ودي ايديا الحمد لله انا قلتها الرئيس اللي عندنا للجامعه، واحنا بنعمل حاجه كويسه قوي في بورسعيد على فكره مع دكتور خالد صبري مع كليه طب بورسعيد، انه اذا هي تفتكروا انها فينو ارتيريال ولا ارتيريو ارتيريال. لو هي فينو ارتيريال هتيجي من الدي في تي او من البلفس واتيفر سورس اوف دي في تي، والنتيجه الامبلايزيشن وهم وبعضهم بيمشي، وهترجع هتدخل منها وتدخل البولمور ارتري تقفله كويس وخلاص، قفلت البولمور ارتري اتس ا فينو ارتيريال، وانت بتدي انتي كوجلانت، فبالتالي انت بتمنع تكوين الجلطات. طيب واحنا عارفين ان الهيبرين ما بيدوبش جلطات، هو بيمنع تكوين الجلطات او الكليكسان او الواتيفر يعني انتي كوجلانت. طب انت لو هي فينو ارتيريا هتقف عند البولمون ارتيريا وتقول خلاص انف، لكن احنا لاحظنا ان في سريبرال امبوليزم، ولاحظنا ان في مايكارديال اكيوت كارديك انجري، ولاحظنا انه في الكوفيد 19، ولاحظنا ان في اكيوت كيدني انجري. طيب زي ما اتفقنا من الدي في تي للبولمون ارتيريا وقفت، لان ده جاي من الفينز، لكن لو ارتيريال مش هتعدي على السيستميك مانيفستيشن وتدخل على الاورتا وتحذف لك الدنيا كلها، الا اذا كانت في عندك شنط ASD او VSD whatever من right to left وقلبت، فعدت الثرومبس الناحية التانية واتضخت عن طريق الأورت. فاذا الموضوع، ومعظم الاكوز ما طلعش حاجة مني خالص من في الكوفيد 19، اذا الموضوع مش فينو ارتيريال بس، الموضوع ممكن يكون ارتيريال زي ما احنا اتفقنا RNA induced viruses induced thromboembolic manifestation arterial. ودي لان بتعمل انديثيليال انجري على مستوى الانديثيليال، بتعمل انديثيليال انجري بتعمل باك، وحتى لقوا في بعض الحالات بايلاترال كاروتيد ارتري ثرومبس سايلنت، العين ما شكش من اي حاجه، مره واحده راح جاله كده. فكانت الفكره ان احنا نبتدي نتكلم على، عشان كده لما يجوا يكلموكم على اسبرين دي فكره، طبعا هو خدوا بالكم القعده دي مش نصائح طبيه، انا بتناقش معاكم وبتناقش بتبادل معلومات مع بعض على ممكن اذا الاسبرين لو انت عن موضوع ارتيريال هل في رول الاسبرين ممكن، عشان كده ابتدينا نستضي مع جامعه. انا قلت انا حبيت مصر تاخد لو لان دي اول مره تتعمل في العالم الاستضي دي، يعني ما فيش حد استضي القصه دي قبلنا، واحنا ان شاء الله بنعملها دلوقتي وهناخد خطوات قريبه خالص ونكون خلصناها، هتنشر باسم البورسعيد ان شاء الله، بس هنشرها في امريكا. ودي برضو رسالة تانية، انه اي حد فيكو عايز يدرس عايز يعمل ريسيرش ما تنتظروش لغاية ما احنا نعمل ريسيرش، احنا بنشكر كتير جدا وبنعمل حاجات كتيرة جدا، بس ارجوكو انتوا عندكو حالات وبسم الله ما شاء الله. انا بقول انه يعني الكلينيكال سنس عندنا ناس عباقرة في مصر، بس عايزين تو بي اكت يعني انهم يشتغلوا شويه وجبونا النتائج وننشر ونتعاون مع بعض، واحنا موجودين مع بعض، احنا اخوات كلنا مع بعض. فابتدينا نعمل الكلام ده، هل الاسبرين هيشتغل ولا لا هنشوف، او هل هو اشتغل فعلا في الحالات اللي زي كده ومنع الثرومبوس، هنشوف القصه دي ان شاء الله. واحنا وي ار ستادينج ات. نيجي تاني على فعشان كده ده الانتي بليتلت والانتي كواجلانت، وهل مين هيشتغل اكتر. فبعد كده الاكيوت لانج انجري لقوا انه الحالات ما بتموتش كمان، بس
عن طريق الـ ARDS لقوا انه في 20% من الحالات بيحصل لهم حاجه اسمها acute cardiac injury مش myocarditis ولا myocardial infarction. بتحصل myocardial injury ده او ده لان لقوا ان التروبونين بيعلى. فده طبعا و 50% من 20% دول بقوا بيموتوا mortality rate بتاعتهم عاليه جدا. فابتدوا لما بيدوا دلوقتي الانتي كواجلانت والحاجات دي بقت بتقل القصه دي لان ممكن يكون عيان جاي لك خد بالك بتاع كوفيد 19 الفيرست مانيفستيشن بتاعته مايكارديال انفاركشن. ممكن يكون الفيرست مانيفستيشن بتاعته سيريبرال امبوليزم ستروك. ممكن يكون الفيرست مانيفستيشن جانجرين في الرجلين وده كله ارتيريال باي ذا واي. وبرده لقوا في كوفيد 19 الحاجه برده النوفل ان هو احنا دايما بنبقى نعرف ان في كيدني افكشن في السيفير سبسيس. لا لقوا انه very rapid بيحصل acute kidney injury. فده كله دي دايمرز وهي هايبر كواجلابل ستيت معظمها لان انتوا عارفين في زي ما انا قلت لكم دلوقتي مش من سيفير سيبسيس زي ما انتوا عارفين انه بيبقى مع هايبر او هايبو كواجلابل ستيت. في الكوفيد 19 هي مور هايبر فابتدوا يبتدوا يدوا الانتي كواجلان بسرعه. بس كانت التعليق البيبرز اللي احنا نشرناها دي ان هو it's يعني unlogic ان انت تدي anticoagulant وانت بغير parameters لان انت عندك حتى في الدي اي سي او severe sepsis ممكن يبتدي بهايبر ويقلب هايبو وانت اديته هايبرين ولا اديته anticoagulant وهو داخل في بعد ما قلب من هايبر لهايبو هتعمل سيرفر بليدنج وهتعمل مشاكل كتيره جدا. فمهم يبقى لك parameters في الاوت بيشنت في الان بيشنت في الانتنسيف كير. البارامترز المهمه اللي بالنسبه لك ان في الحالات اللي زي كده انه تعمل البي تي البي تي تي اول حاجه تعمل رسم قلب لان عايز تشوف ايه اللي بيحصل عشان حتى لما تدي اي دواء لان انا شايف حتى الجايد لاينز بتاعتك في هيدروكسكلوروكين هيدروكسكلوروكين يا جماعه ما تاخدش بالبركه كده هيدروكسكلوروكين لازم تعمل لان انا شايف بعض الناس تدخلوك على الفضائيات يقول لك ادي لكل الناس وادي مش عارف لا نو بليز لازم تشتغل بافيدنس بيس. الهيدروكسكلوروكين من اهم الاعراض الجانبيه بتاعته او سايد افكتس انه بيوسع كيو تي انترفل كيو تي سي. فكيو تي سي بتوسع لو هي اقل من 450 فما تدوش لي بارامترز لا تديه لو اكتر من 500 ما تدوش فلي بارامترز لكن تديه لاي حد باي حته وتستنى لان بعض المورتاليتي ريتس اللي زادت في على الهيدروكسكلوروكين جاي من كده الناس تدوله امبيريكال وبعض الناس تديه بروفلاكتيك من غير اي بارامترز It's, يعني we're still studying this stuff لكن بليز ده لازم كل حاجه. فانت مهم جدا اول ما يجي لك لاين diagnosed بالكوفيد 19 انك تعمل له ECG عشان تشوف الكيو تي سي انترفل وخصوصا لو اولا كنا انك تضيف الليزر ماكس في امريكا ما بقتش بتستخدم خالص لان انتوا عارفين الكيو تي سي انترفل بتاعنا مع الهيدروكسكلوروكين وفي warning من FDA على في 2013 انه ممنوع انه ان الازيستروماكس برضه بيوسع الكيو تي سي فبيساعد على انه يقلب العين كمان الاريزمي. فانت بتدي حاجه بتوسع كيو تي سي وحاجه بتوسع كيو تي سي هيزود المورتاليتي واعتقد ده من الحاجات اللي زودت المورتاليتي في الدراسه اللي نشروها لانهم دكاتره كانت بتكتب بالبركه حتى في امريكا بيدوا امبيريكال وده برضه من الحاجات اللي ايه اللي زودت المرتفع. فبليز تيك كير ان انت لازم تعمل تاني حاجه لازم تعمل البي تي والبي تي تي والدي دايمر عشان تشوف اذا كان هيدخل في هايبر كواجلابول تبتدي يس بس على اساس. نمره اتنين لازم تعمل حاجه جديده جدا ما حدش بيعملها وانا اعتقد في مصر انا اتكلمت مع زمايلنا في مصر وحتى في امريكا ما يعرفوهاش اسمها تيج احنا بنستخدمها في حالات الاكمو وحالات الكارديوفاسكولار بيرفيوجن. فدي التيج اللي هو ثرومبو الاستو ثرومبو الاستوجرام. الثرومبو الاستوجرام ده بيقول لك اذا كان عيان ده هايبر كواجلابل تديله ولا ما تديلوش وده فيري جود في النوبل وبنعمل حاجه اسمها سيك بارامترز اللي هو سيبسيس اندوس كواجلوبس بندخل الايج والسوفا سكور مع البي تي والبي تي تي وفي الاخر بندي هيبر ولا ده الكوفيد. فالرول بتاع الانتي كواجلانت لازم يستخدم بعنايه. امتى التايمينج مهم جدا امتى تدخل بالانتي كواجلانت امتى تعالج امتى دي مهمه جدا لان انت كل ما تبتدي بدري كل ما بريفنت الكومبليكيشنز. فده القصه الثانيه. فابتدينا نعمل نرجع تاني بقى للاي ار دي اس. يبقى ده الجزء بتاع كوفيد تماما الجزء الفاسكولار. هنتكلم عن الجزء الريسبيراتوري في كوفيد
طيب احنا جربنا ادويه قبل كده على الاي ار دي اس؟ يس. عملنا ايه؟ قلنا نتكلم على حاجتين، نقفل بلوك سيستميك انفلاميشن كويس، وممكن نعمل ونقلل التيشو دامج ديو تو الفنتليشن. فابتدينا ندور على حاجه تعمل الكلام ده. بصينا كده شفنا ده الميكانيزم بتاعت الاي ار دي اس بالحاجات على الباثوفيسيولوجي، على هيستولوجيكال بارت وكتير جدا. فابتدينا نوجه نشوف ايه اللي بيحصل فيها، ده الميكانيزم بتاعتهم، وفي الاخر بتنتهي بالاي ار دي اس في الاخر. ابتدينا نشوف الادويه اللي ممكن تشتغل، ومعظم وفي ادويه منها ابتدوا يستخدموها دلوقتي في الكوفيد 19 وما جابتش نتيجه، هنقول لكم ليه. فابتدينا نتكلم على الفارماكولوجيكال ريدكشنست هايبوثيسيس. ابتدينا نجرب كل الحاجات، انتي تي ان اف، انتي اي ال ال، انتي اي ال 6، انتي وعملنا حوالي 20 كلينيكال ترايلز على القصه دي. وفي الاخر هاو ماني افكتيف تريتمنت هاف وي ديفلوبد فور سيبسيس ان ذا لاست 30 ييرز؟ تتوقعوا ايه؟ نون. مفيش ولا دواء جاب نتيجه كويس. فابتدينا نتكلم على نبص ايه الموضوع يا جماعة، نشوف نرجع تاني بقى ندرس نشوف ايه الموضوع. فابتدينا نعمل موديل للسبسز وموديل للسبسز، وجربناه في الاول في الحيوانات عشان تعرفين اي دواء هنجربه هنلازم نجربه في multiple stages. وعملنا بتيبيكال زي البني ادمين معانا، وكان معانا طلبة دكاترة جراحة ودكاترة intensive care critical care، وكان عندنا ريزيدنتس وفيلوز بيتابعوا القصة. جبنا البيجز وقفلنا وعملنا سيكل الارتري، قفلناه عملنا ليجيشن للسيكل ارتري، وجبنا فتحنا الانتستين حطينا منها شوت ستول في البروتونيال كافيتي، وعملنا انديوس سيبسيس. يبقى عندك في هايبوكسيا وفي سورس اوف انفكشن، وخلينا الريزيدنتس بتوعنا قعدوا يتابعوا العيانين فور 48 اورز ونشوف ايه اللي بيحصل. بنقيس الهيمودينامكس، بندي فلويدز ولا بندي بروبكس ولا بندي كل حاجه، بندي بنشوف البلاد والسيتوكاين سامبل افري 6 اورز، بندي انتيبيوتكس، وبندي زي الجايد لاينز اللي بنعملها في العينين بالظبط. وابتدينا نشوف ايه اللي بيحصل مع الديفرنت ميكانيكال فنتليشن. وقلنا اذا الدواء ما بيشتغلش طب خلينا نجرب الميكانيكال فنتليشن، وخصوصا الميكانيكال فنتليشن اللو تايدر فوليوم ما جابش نتيجه بقاله 20 سنه 40 to 65% من المرتاح. فابتدينا نتكلم على الميكانيكال، ودي شفنا الايفيدنس بيس ميديسن ايه اللي موجود اللو تايدر فوليوم، وابتدينا نتكلم على الاكسترا كوبورا، حتى الاكمون ده جرب حاجه، والبرون بوزيشن. البرون بوزيشن جايب نتائج كويسه في العينين بتوع الكوفيد باي ذا واي، لكن في الاطفال ما اعتقدش انه كان بيشتغل قبل كده زمان حتى عليه. ابتدينا نشوف الفنتليتور انديوسد ميكانيكال في اللاي الفنتليتور انديوسد لانج انجري، وابتدينا نجرب هندخل بقى بالميكروسكوب. وعندنا هاي تك لاب، ده اكبر تقريبا لاب ريسيرش لاب في كريتيكال كير على مستوى المرض، وبيشتغل واحنا وبينشر، احنا بننشر بيبرز كتيره جدا. انا كنت بشتغل اول مينلي في ريسيرش، دلوقتي بقيت بدرس للبرامج ماجستير، لكن انا اشتغلت معهم فتره طويله فعلا. يعني زي ما انتم شايفين كده في مايكروسكوب تصور بين لانج، ده فنتليتورز طبعا اللي عندنا، وده طبعا اللي بتصور المايكروسكوب. وعندنا حاجه اسمها ثيرموديوش اسمه ميثود بنقيس بيه كارديوك اوتبوت، ونقيس بيه حتى بنقيس بيه قد ايه عندك لانج إديمة، قد ايه اللانج ووتر. وعندنا بنقيس فيه الستروك فوليوم فاليبيليتي، ودي مهمه جدا تدي العيانين فلويدز ولا لا، لان انت يوجوالي بيجي لك عين هايبوتنشال بتروح حاطط له فلويد وانت مش عارف ايه الموضوع. وطبعا في الاي ار دي اس المشكله عنده مش ليفت فنتريكر فيلير، عنده رايت فنتريكر فيلير، لان عشان البولموناري هايبرتنشن اللي موجود والنتيجه للهايبوكسيا والنتيجه للميتابوليك اسيدوز بيحصل فازو كونستركشن للبولموناري ارتري، فالافتر لود بتاع الرايت فنتريكر هو اللي بيبقى عالي، فبيحصل رايت فنتريكل هايبرفي ورايت فنتريكل دايلاتيشن وبعد كده فيلير. وبالتالي لما بتدي فلويد فانت بتموت العيان، انت مهم قوي تعرف اذا كنت هتدي له ده فلويد ولا تدي له فازوبريسورز، او فلان الفلويدز لما تدي الفلويدز على مايوكارديوم مش قادر يضخ هيفيل اكتر، ففي لازم تعمل حاجه اسمها فلويد ريسبونس تيست. الفلويد ريسبونس تيست
ده مهم جدا في الاجهزه اللي عندنا اللي احنا بنجيبها على طول، او لان احنا بنعملها بسيطه، ان انت ترفع رجل عيان وتشوف الماب، لو الماب زاد 10% 15% يعني النورمال، فان ده فلويد ريسبونس اذا نوت انكريز ده، او تعمل هيباتيك كومبريشن انت تدوس على الليفر فانت بتزود البيد ريتين، لو زود البلاد بريشر فالمايكارديوم يتحمل انه ممكن يضخ فده يبقى فلويد ريسبونس، او لو لقيته نوت فلويد ريسبونس بليز ما تديش فلويدز في الحالات الهايبوتنشن دي، لان اعتقد لانه في حالات السبسس بيبقى يحصل سيفير فازوبليجيا او الفازو دايلاتيشن موجود، فالبريفر ريزيستنس بتبقى عاليه كبيره عندك نتيجه للدايلاتيشن، وده اللي عامل عندك هايبوتنشن، يبقى مش علاجه الفلويدز علاجه فازو بريسورز، ودي مهمه جدا لما تيجي تعالج العيان حتى في اي عيان هايبوتنسيف، لان زي ما انتوا عارفين الكارديك البلاد بريشر كارديك اوتبوت بريفر ريزيستنس كارديك اوتبوت ستروك فوليوم بريفر الهارت ريت في الاخر البريفر لا اما ده ولا اما ده، فانت ما تديش فلويدز وتزود الكارديك اوتبوت وانت المايكارديوم مش شغال. ده الستاديز اللي احنا بنعملها. وبعد كده ابتدينا نصور اللانج ونشوف، ده جميل قوي، صورناه لكم دلوقتي ميكروسكوب، ده النورمال وده الاي ار دي اس اللي هو موجود في الكوفيد 19 اللي احنا بنشوفه. زي ما انتم شايفين ده ماشي كويس بتتحرك ودايناميك وستيبل، ودي زي ما ريستريكتد موفمنت. طيب ايه رايكم بقى لو جينا نشوف وصورناها كمان وعملناها ستين وشفنا الستيبل والانستيبل الفيولاي وابتدينا نجرب مود جديد من الفنتليشن شغالين بيه من زمان، كان اسمه اي بي ار في الاول، ولكن احنا غيرنا اسمه التايم كنترول ادابتيف فنتليشن. وطبعا نادر اللي كان معاكم في من سنتين ثلاثه، نادر حبيبي، نادر دايركتور بتاع اكبر كريتيكال كير في امريكا كلها اللي هي بالتيمور اللي هو في ماريلاند، ونادر وان اوف ذا بيست يعني ناس، هو كان عندكم في بورسعيد وادى محاضرات على الكيكر. فابتدينا نعمل، انتوا عارفين الميكانيكال بريث كله اير واي، بالبريشر فوليوم فلو ريتس وراك التايم، احنا ابتدينا نشتغل على التايم. فابتدينا بدل ما نعمل بيبي لانج نقلل اللوتيد الفوليوم، ده الاي بي ار في من زمان ومن سنه 87 وهو شغالين، وحتى الراجل اللي كان عامل الاي بي ار في كان معانا قريب اللي هو عامل المود ده وكنا قاعدين معاه قريب. فابتدينا نعمل ال ده الارز نت، ده زي ما انتم عارفين البيبي لانج وشورت inspiration و long expiration. احنا TCAP قلبنا ده CPAP phase مع spontaneous breathing، بس بنتحكم في التايب في الستوب expiratory flow، بناخد 75% بنقفل عليه. ليه؟ لانه احنا بنخلي open the lung and keep it open، ده اللي احنا بنقول. و adaptive personalized measures ازاي؟ open the lung احنا بنفتح الالفيولا فبنزود surface area وبنسيب open، ممكن توصل ل 12 to 1 inspiration to expiration according، بنسيب اللنج تاخد ده عايزاه، لان انت ما اقدرش اكلك اكله انت مش عايزها، ما اقدرش اقول لك خد ده وانت مش عايزه، لو تقدر فوليوم انت محكوم عليك تعيش بلو تقدر نو احنا بندي سي باب اللنج، لو كومبلاينت كويس هتاخد كويس، وبالاخر الاكسبيريشن لما بتيجي تقفل ما بنخليش الكولابس اللنج الالفيولاي كولابس، فبنقفل عند 75% بحيث ان احنا نشوف. وشفنا الكلام ده، خلينا نشوف ايه اللي بيحصل فيه. طبعا عملنا التست ده، وطبعا انتوا لو عايزين تعرفوا ديتيلز على الموضوع ده ارجوكم ادخلوا على الاي بي ار في network.org، هتدخلوا تعرفوا كل الديتيلز ده عشان اوفر وقتكم لو عايزين تسالوا على القصه دي، موجوده كل الديتيلز وازاي تغير البروب وازاي تعمل ميكانيكال فنتريشن عشان تعمل. وابتدينا نتكلم، ابتدينا نفهم ان الالفيولاي مش الاستيك، يعني انت بتفتحش وتقفل مره واحده، ده الالفيولاي حواليها سيرفاكتنس وبتعمل، فبتفتح وتاخد وقت، فعشان كده بنقول سبرينج اند داش، ده الفيسكو الاستيك مش الاستيك. وابتدينا نبتدي نتكلم طب نعمل ايه يا جماعه، لان احنا عايزين نفتح اللنج، ده كومبوننت الاستيك فيسكس والاستيك بيبقى فيسكو الاستيك. وابتدينا نصورها وابتدينا نجيب طبعا بالتفاصيل، ودي كلها موجوده على الموقع اللي قلت لكم عليه، وابتدينا نصورها بالميكروسكوب. هوري لكم دلوقتي الفرق، وده هيبقى جميل جدا انه اهو ده الكونفنشن ميكانيكال فنتليشن، ودي عيان اي ار دي اس، الاحمر ده كله ده انجري، ده لانج انجري، والابيض ده الفايبل تيشو. طيب هنبتدي نشوف نديهم ده اللانج دي بتاعت راتس، وابتدينا نديها
شغلنا على الكونفنشن ميكانيكال فنتليشن وجبنا نفس اللانج اللانج الثانيه بتاعته وحصل وعملناها تي كاب. شوف التي كاب عمل ايه، فتح كل الالفيولاي زي ما انتم شايفين، وبالتالي ابتدينا نتكلم نقول لا يا جماعه ودي ده انستابيليتي. حتى شوفوا شوفوا الفرق بين دي ودي، ده بندي كونفنشن ودي كل الالفيولاي اتفتحت. وابتدينا نتكلم نقول لا يبقى احنا هنبتدي نشتغل على التيكاب، وصورنا طبعا كل الميكروسكوب على مقارنه بالفنتليتور، وقلنا الشورت اكسبيراتوري تايم واللونج انسبيراتوري تايم، وشفنا الهوموجينيستي كمان بتاعت اللنج بالميكروسكوب. وابتدينا نتكلم انه انه كل الحاجات اللي احنا عملناها فمهمه في الاخر، جبنا نتائج جميله جدا ان نسبه الوفيات المورتاليتي في دول كانوا قليلين. وطبعا نادر كان نشر بيبر من زمان، كان نشر حتى نزلوا نسبه المورتاليتي الناس اللي واخدين على التي كاف بنسبه محترمه جدا. وعندنا اخر بيبر احنا نشرناها من اسبوعين على الكيس ستادي عيان عندنا، هوريها لكم دلوقتي، انه عيان عندنا على كان على ده برضو اللانج، ده الهيستوباثولوجي، ده اللانج، ده التي كاف موديول. شوفوا ده مفيش بكيوت برونور قديمة، ده الارض نت اللي شغالين عليها زي ما انتم شايفين ديرتي لانج، اكيد برونور قديمة ويعني وانهوموجينس يعني ده كانت جايبه نتائج عنيفه جدا. ده كانت 12 ودي 6 وشفنا النتيجه كان على 60 لتر بوزيتيف. فقلنا ان هو ده بيرسونلايزد، بنسيب الرئه تاخد ليها زي لانج، وادابتف ان ليه وبنشتغل على الاكسبيراتوري ديوريشن برضه بيرسونلايز وادابتف. ده اكس رايز بتاعت عيان كان على اكمو بي ار دي اس، وزي ما انتم شايفين بايلاترال انفلتريشن، وكانت يعني العيان حطينا على اكمو فور 30 دايز اوكي وما كانش جايب نتيجه. ابتدينا نحطه على تي كاف، وبعد التي كاف ب 29 ساعه زي ما انتم شايفين ابتدى اللنج عملت بعد ازاي، وادي اللنج بعد 48 ساعه والعيان خرج مع ده على اكمو كونفنشن ميكانيكال فنتليشن مع اكمو. وانس شلنا الكونفنشن كان وحطينا تي كاف زي ما انتم شايفين والعين، وعندنا عينين من دي كتير. فالتي كاف حتى دلوقتي احنا بنعمل ستادي انا الحمد لله كوثر فيها على ان اي اتش على ذا بيست، لان انتم الناس اللي بتشتغل في الاكمو عارفين انه ما فيش ذا بيست مود اوف فنتليشن، ما فيش، ما نقدرش نقول ده احسن من ده. فاحنا بنتكلم دلوقتي ما فيش ستاندرد، ما فيش جايد لاينز للمود اوف فنتليشنز، فاحنا بنحاول نعمل جايد لاينز دي على العالم كله ان احنا نقول ذا بيست ميكانيكال فنتليشن يو كان يوز ات ان اكمو بيشنز. وطبعا احنا عاملين تجارب على التي كاف وجايب النتيجه. فهو ده في الاخر ان القصه كلها زي ما وحتى طبعا البيبرز كتيره جدا على الاي بي ار في network.org عليها. وفي الاخر ابتدينا نعرف انه الناس دول ليه بيموتوا، وان احنا لما ابتدينا نتكلم على الناس دي ابتدينا نقلل مورتاليتي وبالتالي this is a very good chance ان انت تغير الميكانيكال فنتليشن وفي نفس الوقت تدي انتي كواجولانت في ميعادها وعلى بارامترز وتشوف personalized treatment العيان. لانه في انتوا عندكم العيانين الكوفيد في ثلاث مراحل prevention، وده اللي ينطبق عليه الوقايه خير من العلاج. ده اهم حاجه في الكوفيد 19، لان انت وانس دخل العيان في المستشفى انت ما تعرفش هو هيروح فين، واخد بالك؟ في مالتي فاكتورز بتتاثر فيه، حتى اليانج ايجز لقينا ان بيحصل لهم مشاكل. فانت لازم اللي قلنا عليه البريفنشن عن طريق حاجتين، لا اما تقعد في بيتك والناس تقعد في بيته والسوشيال ديستانسينج وغيره، ده نمره واحد. نمره اثنين عن طريق التطعيمات مش هتشتغل قبل على اخر السنه يعني موستلي، لانه انتوا عارفين التطعيمات بتمشي ستيجز زي ما انتوا بتسمعوا، انه اللي فيز 1 وفيز 2 الاول بيبتدوا بالفكره وبعد كده بيجربوها على الانيمالز، وبعد كده من الانيمالز بتشتغل على الفيز 1 اللي هو العدد قليل، وبعد كده الفيز 2 عدد كتير، وبعد كده المانيفاكتشر. فعشان ياخد الوقت ده ويقيس السيفتي بتاع التطعيم، لانه هيبقى يونيفرسال على مستوى العالم كله، لو هيعمل مشكله هيموتوا ناس كتيره جدا، فهتعمل القصه دي. او انه يتعمل هيرد اميونيتي، والسويد عملتها الهيرد اميونيتي، وللاسف الشديد الوفيات بتاعتهم كانت عاليه جدا. ده بالنسبه لما يجي لك الفيروس لازم تدخل بانتي فايرال. الانتي فايرالز كلها
كل اللي اشتغلوا عليها معظمها مش جايبه نتائج. في اتنين بروميسنج، الريمديزيفير، وابتدينا نشتغلوا في ابتدوا يشتغلوا في المايلد والمودريت، وبالتالي اعتقد انه هيجيب نتائج كويسه، لان هو لو اشتغل في السيفير فانت العين كده كده بتموت، لكن في المايلد والمودريت هتلاقي الفرصه افضل ان هم يشتغل عليهم. اتنين، في تريبل ثيرابي طالع من 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 هونج كونج، جربوه ابتدوا بعض الجايد لاينز انا شايف انها بتتحط فيه، انه اللي بيدوا دواء الدوين بتوع الايدز اللي هو ومعاهم الريبافارين ومعاهم الانترفيرون. كويس، ده برضو ده جاب نتائج كويسه وابتدى تتحط في الجايد لاينز. الكورتيزون اللو دوز كورتيزون ابتدوا يدخلوا بيه كانتي انفلاماتوري في مرحله بعد كده، يعني ابتدينا البريفنشن ثم الفيرال انفكشن ثم الانفلاماتوري ريسبونس، ابتدوا يدوا حاجات كتيره تقلل الانفلاميشن، منها الهيدروكسكلوروكين كان واحد اوف ذا انتي انفلاماتوري، ف وبيدوا برضو بعض الدوزز القليله من الكورتيزون، ولكن برضو كل الكلام ده بيرسونلايز على العيان، ده مش نصيحه طبيه، انت اللي تحدد، انت اللي تقول تدي ايه العيان بتاعك. نمره ثلاثة، ان لما بيدخل عيان في الانتنسيف كير فانت قدام طبعا الانتي كواجلانت من الاول، يعني انت وانس لقيت العيان هايبر كواجلاب ستيت فانت لازم يعني بتبتدي له، لكن لو لقيته هايبو او شاكك حاجه ولازم بالبارامترز ما تدوهاش لازم برضو انت وجهه نظرك، واقروا يا جماعه الجايد لاينز كلها موجوده في الدنيا كلها. فبس انا بقول لكم ايه اللي بيحصل بعد كده، بيدخل الانتنسيف كير فالميكانيكال فنتليشن في الهاي نيزل كانيولا هاي فريكوانسي نيزل كانيولا دي كانت جايبه نتائج كويسه، وبعد كده بيدوا ساعات لو انت عندك سيفير في كيو ميس ماتش وانت مش عارف، فكانوا بيدوا نيتروس اوكسايد انهاليشن، وبرده البرونينج بوزيشن في الادلت كان جايب نتائج كويس. الاكمو ده بيشتغل في الاطفال عندكم، الاكمو مهم جدا، انه بناخد البلد من الرايت اتريم قبل ما يدخل رايت اتريم، وبيدخل بندخله على اكسجينيتور وبنشيل منه CO2 ندخله على بامب ونرجعه تاني على الرايت اتريم تاني، فانت بتعمل اكنك ارتفيشال لانج، ودي احنا انا بدرس في البرنامج ده ماجستير واحنا وشغالين بيه كتير جدا، ودخلوا على ألسو دي الجمعيه بتاعتهم هتاخدوا منهم ريزلت كتير. ما جابتش نتائج كويسه قوي في الكوفيد 19، ولكن في ال VV ECMO لأن في عندنا two types of ECMO. VV ECMO لو هو lung انت عايز تعوض lung تعمل artificial lung، أو VA ECMO vino arterial ECMO ان انت بتاخد من right atrium وتعمل نفس القصة بس بتدخل oxygenated blood على arterial system. كويس، فانت بتدي already the organs oxygenated blood وانت بتعوض أكن الهارت failed مع العينين dilated cardiomyopathy مع العينين اللي ما بي الهارت، فانا ما بأذيش الهارت، بعمل resting heart بعمل resting lung at this time. فدي تو تايبس من الفي اي اك مستخدمين في الاطفال اللي جالهم البيدياتريك مالتي سيستم انفلاماتوري ديزيز، ودي ان شاء الله نتكلم عليه دلوقتي. بس ده حسن بقى نتائج ان احنا حطينا السيتوسورب، والسيتوسورب ده ممكن يشتغل على اجهزه غسيل الكلى وممكن يشتغل على الاتمو، بنحط فلتر. المشكله عندنا في الانفلاماتوري ماركرز طالعه اللي هي الانفلاماتوري موديوليتور اللي طالعه اللي هي السيتوكاينز، فابتدينا نحط كارتليج كور اكمو يفلتر القصه دي كلها، ودي جاب نتيجه كويسه قوي في المانيا وفي ايطاليا وفي اليابان، لدرجه ان في بعضهم جاب 80% بعض الاستديز جابت سكسس ريت. وبرده الكونفالسنس بلازما ان العيانين البوزيتيف بيجي يتبرع بالدم بتاعه، ناخد السيرم بتاعته بلازما وبنفس الانتي بوديز، وطبعا بعد ما نطمن انه ما عندوش اي انفكشن ديزيز ونرجعه لعين تاني، ده برده جايبه بعض النتائج في الريسيرش كويسه جدا. وفي الاخر زي ما بقول لكم يعني ده القصه كلها، دي القصه وده الموضوع بس، وانا تحت امركم في اي بس. انا اسف ان طولت عليكم بس انا جبت لكم الموضوع كله. نشكر حضرتك دكتور هاني بيه، وطبعا في اسئله موجوده معانا في الشاتنج روم زي ما اتفقنا، فلو حضرتك شايفها ممكن تجاوب مباشره لو حابب ان انا انا ممكن اشوفها. حاضر، نبدا من فوق كده. طبعا اوكي من فوق. Sounds not clear. Sounds not clear مش عارف ليه. لا ده خلاص دي حاجات اتحلت. اول رساله هي من what opinion of usage of any لا طبعا هو كل الجروبس بتاعت الايدز او الانتي الانا كيرن كينرا استخدم في
في ماسوشيت وكان محطوط في كذا في ييل حتى كان محطوط في جايد لاينز بس اب تل ناو النتائج بتاعتهم مش كويسه وبعض الناس شالتها من الجايد لاينز. برضو بليز كان يو فيكس ذا ساوند. اوكي حاضر ثانك يو دكتور. خلاص دي خلاص. ديفرنت تايب اوف ماسكس. طبعا الديفرنت تايب اوف ماسك زي ما انا قلت لكم ال N95 ده هو ذا موست سيفست بس انت لازم كلنا وانتم بتشتغلوا لازم تشتغلوا بال N95 باي ذا واي الا اذا دخلت المستشفى وكل الناس لابسه هوستل يعني كلها الهوستلز كلها بالماسكس اوكي ممكن السيرجيكال ماسك الناس تتنقل بيه لانه السيرجيكال ماسك المشكله ان انت بتحمي نفس بتحمي الاخرين منك فهو اذا انت بتحمي الاخرين منك هو بيحمي الاخرين منه وي كان ليف توجذر لكن الاكسجين ماسك مش لوحده وانت ماشي فيه في الشارع وناس معريه وشها هتتعدي ممكن فطبعا القصه دي الكلوز ماسك ما تعملش عليه ستاديز بس هم بيقولوا اذا كان الايكونومي ستيت بتاعت اني اي بلد ده اكوردنج للسي دي سي فاذا كان هتلبسه لكن هو هيز نوت ايفيدنس بيست بالقصه دي لكن الـ وبرضو لازم تغطي عينك خدوا بالكم اما تستخدم جوجل او تستخدم الشيلد ده لو انت رايح على العينين فمهم جدا تبقى مأمن نفسك واخد بالك واي سكريشن لازم يبقى لابس جاون اي سكريشن هيتعامل العيان عنده سكريشن او انت فيه لازم الناس كلها تبقى لابسه جاونز في سكريشن انفايرمنت. Is infection with COVID is cumulative? يعني ايه cumulative? Is infection with COVID cumulative? طبعا انا هجاوب على قد ما بفهم ما فهمت السؤال. ال COVID-19 بتحكم في الانفكشن بتاعه في كذا حاجه. اولا دلوقتي بيتكلموا على الفيرال لود. يعني لو انت دخلت في اوضه عشان كده اوضه العينين مشكله ليه؟ لان الفيرال لود فيري هاي. لان ولو دخلت على حته وبيقول لك في 6 فيت ديستانس او ادخل في اماكن مفتوحه مش مشكله لان انت ماشي الهواء بيتحرك ولكن خد بالك انه برضو ال 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 الهواء بيحركه وما حدش عارف لان لقوا انه السمول بارتكل دي بتاعتي بتدخل في الميوكس ممبرين برضو بتاعتي ف اكسبكتد الكيوموليتيف برضو ان هو لقوا في بعض الحالات بتبقى ليت افكت زي الاطفال الاطفال لقوا ان اللي هو البيدياتريك مالتي سيستم انفلاماتوري سيندروم اللي هو كواساكي لايك سيندروم هو ما حدش قال لك ده كواساكي لايك سيندروم زي الفلو لايك سيمبتوم بتدي بعض الاعراض زيها ولكن هي بتيجي ليتنت لان بعض الناس لو عندهم بي سي ار بتاعهم عالي في الاكيوت ستيج لقوا وبعض الاولاد ما لهمش عندهم ال بي سي ار عاليه ولكن لو عندهم الاي جي جي ودي معناه انه خد الانفكشن وعدى بس طبعا كل الانفستيجيشن بتتعمل مش اكوريت لان انت الاكيوت فيز راحت ممكن معناه عنده فممكن تكون ده ليتنت ستيج منه ودي طبعا دي ستيل انفستيجيتد لانه الموضوع مش واضح وهو اتيبيكال برزنتيشن وده طبعا كان موجود فيري كومون كان في لندن وتعمل على الاستاد انا معايا سلايدز كتير ممكن اقولها لكم عليها على الكوفيد على المالتي سيستم انفلاماتوري سيندروم ولكن ده ممكن يكون ساوندز في اسئله فوق دكتور هاني بي في اسئله فوق يمكن عديناها اللي هو الميكانيزم اوف سايلنت هايبوكسيا سؤالين من المتقاربين اللي هو السايلنت ديسنيا والاكسبلانيشن بتاعتها والبالس اوكسيمتر كاسكرين دي ثلاث اسئله كده متقاربين طبعا البالس اوكسيمتر كاسكرين اتس اوكي في دلوقتي اوكي لكن ده مش اكريت 100% لان البي او 2 انت عندك ممكن تشخص حتى الشنط الفي كيو مس ماتش من بي او 2 للبي سي او 2 لكن الـ لو عندك بالس اوكسيمتر اوكي هنعتمد عليه وخصوصا الهوم لان انت في مشكله في دلوقتي انه الناس هتقعد في البيت فده فيري جود بارامترز لانه في اساتذه بيموتوا يا حبايبي انا لسه بتكلم مع الناس اللي قاعدين في مستشفيات العزل الدكاتره اللي بتروح ساعات ما بيبقاش اسيمتوماتيك وبيدخل ويبقى الساتوريشن بتاعه 60 و70 و20 و30 فده البالس اوكسيمترز ده اتس جريت ده نمبر 1 يعني يو كان يوز ات اثنين السايلنت اللي احنا زي ما اتفقنا الكومبلاينس بتاع اللانج كويس المشكله مش في الايريشن المشكله في البلاد سبلاي
فالعيانين دول بيبتدي يقول لهم سايلنت ديزني عشان كده. وبرضو الريسبتورز، انتوا عارفين الكيمو ريسبتورز اللي موجوده في الـ في الـ في البرين بتبقى تريجر بالسي او 2، في بيقولوا انه ري استابليشمنت اوف ذا تريجر اوف ذا ريسبيراتوري ثرو ذا سيربرال ريسبتورز في الكوفيد 19 نتيجه للتعود على كده. ففي كذا حاجه عملناها، بس هي مينلي لان الكومبلاينس بتاع اللنج بتبقى كويسه والمشكله في الفاسكولار، فعشان كده بتبقى في سايلنت سايلنت. انا من فوق لتحت، بس انتوا جاي، انا جايز بدي من تحت لفوق، اي دون نو، بس انا بدي واحده بواحده. مش مشكله، هم اصحاب الاسئله الثلاثه كانوا خلاص كده. دكتوره نجلاء شكرا لحضرتك، دكتوره زينب بكريات، يبقى كده دكتور نجي شوحه من اسكندريه، بنرحب بحضرتك. دكتور نجي بيه من عين أعيان أطباء أطفال إسكندرية، وبيسأل بيشكر حياتك طبعا. ويوسف حياتك شايف السؤال بتاعه؟ لا، يوسف بص دكتور ناجي، هو المشكلة في الآتي: we don't have evidence based نقدر نتكلم نقول use or not use البيرسونال، زي ما اتفقنا personalized. البيدياتريك في الأطفال كان عندهم ميزة، كان الاطفال اول ما ابتدينا بنقول ان هو مايلد مودريت، وحتى لغايه في وقت قريب جدا، انه لانه وقلنا حاجات كتيره قوي السبب، ممكن عن طريق ديستريبيوشن اوف الاي سي 2 انهبيتورز او الاي سي 2 ريسبتورز في الابر واللور، فكان دايما بيجي لهم اعراض برد صغيره وتروح لانه الديستريبيوشن بتاعه اقل في اللور ريسبيراتوري، او الاميون ريسبونس بتاعه مختلف، وبرده الكونتاكت مع الكوميونتي مختلف عن الكبار، فقلنا ان هم محظوظين. اللي حصل انه طلع حاجات اللي هي اللي احنا قلنا عليها بتاعت الكواساكي لاكشن روم او البيدياتريك مالتي سيستم انفلاماتوري ريسبونس بنسميها ماسك. فدي بيحصل ايه، انه الاسبرين كنا بنستخدمه، انتوا عارفين حضرتك في الكواساكي بيدوا اميونوجلوبلينز وبيدوا هيدروكورتيزون وبيدوا اسبرين، ولان وكذا انتي انفلاماتوري. بس الاسبرين دوز، انت عارف لو ما بندي لو دوز اسبرين في الكبار فاحنا بنديها انتي بليتلت، لكن احنا لما بندي انتي انفلاماتوري في السؤال عشان نديها انتي كانتي انفلاماتوري فبندي دوز اعلى. فالاسبرين we cannot say yes or no، ما فيش studies عليها. انت لو دورت على الاسبرين او سيرش على الاسبرين using COVID-19 مش هتلاقي الا دراسه بتتعمل لسه في الصين ومحطوطه على ال NIH page، لكن ما حدش يقدر يقول او لا اذا لقيت ان في انتي دي according to personalized treatment treatment. فانا ما اقدرش اقول لك cancarditis or nephritis or without pulmonary symptoms. Yes, some of the people came directly with acute carditis. انتوا عارفين الناس اللي ماتت، انا زعلت جدا لما سمعت ان في 30% من الناس ماتوا في مصر وهم في البيت. طبعا في اسباب كتيره ممكن تكون، طبعا البانيك والناس خايفه تروح، لان اللي بيحصل ده في الكوميونتي اللي هناك انه مش هندفنك وهتعدي الناس وهتموت، فيقول لك هي موته بموت، وده مشكله كبيره جدا. لا اما نقص الاعلام، الاعلام ما بيقول لهمش، الهيلث اديوكيشن ناقص، فبالتالي بيقعد يستنى لغايه ان انا كنت للاسف كانوا دكاتره من امريكا بيدخلوا يقولوا لكم ما تروحش المستشفى لما توصل ديزني الا لما يكون عندك ضيق نفس. لا لا، ضيق نفس دي دخلت هتدخل على اي سي يو، هتدخل على يعني هتبقى مشكله وهتبقى المورتاليتي بتاعتك عاليه جدا. اي شكوى المفروض يروح. او نمره ثلاثه وانا قلت لك الكاردايتس ممكن تكون فيرست مانيفستيشن اوف ذا بيشنت ميبي كاردايتس maybe nephritis، لانه كتير احنا بنخاف منين بتوع الكوفيد 19 مش سايلنت بوزيتيف، لان ده اللي ماشي يرش عليه. لكن يس انا ما اجري وذ يو ان الكارديتس ونيفرايتس والسيريبرال افكشن سيريبرال ستروك maybe the first manifestation of these patients without any pulmonary، لانه زي ما احنا اتفقنا بعضهم بيبقى عندهم حاجه اسمها سايلنت ديزنيا فما بيقولوش اي pulmonary symptoms فبيدخل على طول، ولو الدي دايمر بتاعه عالي وعمل الثرومبو مايكرو انجيوباثيس بيتكلم على هتلاقي تروبونين عالي وهتلاقي فيه acute renal infection او injury without manifestation. دكتور ناجي excellent presentation thank you. Use of systemic corticosteroids as practical
on day 6 and 7 during the infectious disease instead of waiting for the severe inflammatory response. بعض الدراسات بتتكلم على ال early use of corticosteroids, لكن ال NIH لو حضرتك دخلت على البيج بتاعها كاتبين low dose corticosteroids في ال prevention في ال treatment. وبعض الناس بتتكلم هي زي ما قلت لحضرتك, انت لما تسأل اي حد في امريكا انت ايه الاخبار بيقول لك انا بشوف العيان بيمشي عليه وبعمله يعني. فهو صح ممكن بعض الناس بتكتبها وبعض الناس early use yes, وبعض الناس تستخدمها early use, بعض الناس تستخدمها قبل يوم السادس والسابع, لان انت عارف حضرتك الانفلاماتوري بروسيس وانس ان الفيرال دخل فالانفلاميشن وي كانوت ديتكت ات. فيس يس ام اجري ميبي اسبر early زي ما اتفقنا في الكبار ما فيش ايفيدنس بيست. واخبر حياتك احنا بنتكلم على فيسيولوجيكال وباث فيسيولوجي ليفل واحنا بندرسه, مش حاضر اقول لك او لا ولا وارجوكوا اي دكتور يجي من امريكا ما يقولش روجيتات في التلفزيون اوكي, او من اوروبا او واتيفر, لان انا بشوف كتير قوي وزمايلي على فكره انا اعرفهم بيرسونالي يعني وانا بلاقي روجيتات مخطوطه في التلفزيون كويس. فبليز لا انتوا اهم مننا اللي انت اللي شايف العين. والبروفلاكتيك يوز اوف اسبرين ما فيش ايفيدنس بيست till now, we can use it according to what's your as a routine for all cases برضو whatever the severity as a prophylaxis of say زي ما اتفقنا والاسبرين كبروفلاكسس بيبي وممكن ممكن يستخدم في الانتنسيف كده. احنا بندي اسبرين في بعض الحالات لكن there is no evidence based وno advice, وانا مش جاي advice, انا مش عايز اقول لكم تدوا او ما تدوش عشان كل الناس زي ما حصل من زمان اللي قال لك كل الناس تاخد مش عارف ايه فكل الناس اشترت وكل مصر كلها بقت متغرقه الدواء اللي هو عليه اوكي. رول اوف اسبرين اند ويتش دوز زي ما اتفقنا رول اوف اسبرين انتي بليتلت, انه احنا قلنا الميكانيزم ان هو مش فينو ارتيريال موستلي, هو ارتيريال سيستم اللي هو الارتيريال انه بيدخل في السريبرال بيدخل في ماكاردي فانكشن وادر ارتريس. فالاسبرين كاز انتي بليتلت مش اسبرين باس, انت عندك الانتي بليتلت البلافكس وات ايفر كان ممكن يشتغل ولا لا, احنا وي ويل ستدي اول اوف ذيس داتا. وهقول لكم بعد 3 4 شهور كده لما نخلصها اقدر اكلمكم على ستدي منشوره, لكن ما اقدرش اقول لكم كلام ملهوش ساينتفك بيسز ملهوش كلينيكال ترايلز. وزي ما احنا اتفقنا من اول يوم احنا من اول المحاضره ان انا قلت لكم ما فيش داعي تاخد حاجات يا جماعه الايفيدنس بيس ميديسن اضعفها راي الاطباء اضعفها كلاس دي اوكي. بس ويتش دوز طبعا بندي البيبي دوز البيبي اسبرين احنا عندنا هنا 81 لكن عندكم 75 و100 والكلام من ده اذا هنستخدمه, لكن انا برضو ده قرارك يا دكتور محمد. Really thank you very much. Thank you for Dr. Sam. Okay. Rule of face shield and protection in the street. The street انا قلت لك هي طبعا هتغطي الاي وانا بدور احنا قلنا تي زون تي زون هتغطي الاي منها وده جزء مهم جدا, ولكن هل هنمشي بيها في الستريتس I don't know لانه open area. المشكله في السمول بارتكلز وي كان نوت لكن ما فيش جايد لاينز ليها, حتى السي دي سي مش كاتبه تمشي بيها في الشارع اوكي. يعني هي معظمها كانت اتكلمت على الاماكن اللي فيها فايرال لود عادي يكون مستشفيات وغيره, لكن اذا كانت هي دي ميك يو سيف اعمل اي حاجه تخليك انت امن وتبقى انت مستريح, لان البانيك افكت بتاع البايو سايكو سوشيال افكت بتاع الكوفيد 19 عالي جدا. احنا زي ما انا قلت لكم تتعامل مع حاجه فيج فبيجي لك بانيك, فانت لما تدخل وانت مغطي وامن وراجع البيت وانت مستريح وزي الفل اوكي بقى, وانت لما تدخل وحاسس ان في ناس بتكذا اوكي دي احنا ديفرنت بيرسوناليتيز. كلوب دو جريل انا قلته على البلافكس. كوفيد 19 patient can present with hypercoagulable state as CVA ganglions without fever. Yes of course يا جماعه موضوع الفيفر دكتوره سدرا الفيفر موجوده في 80% في 20% من الناس ما عندهمش فيفر, وفي بعض الدراسات قالت 40%. فالفيفر مش اي شكوى للعيان لاي حد من even اقول لك يعني طبعا في كبار في الصغيرين ندخل على جي اي تي كمان سيمبتومز يعني الصغيرين تدخل على جي اي تيم سيمبتومز تدخل على الـ على الـ على ريد ايز وتدخل على الـ على الـ 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 الميوكس كونجيشن
وتدخل على الميكوكيوتينيوس سيمتومز. فا اي حد ممكن يجي له طبعا هايبر كواجلوبال ستيت، واحنا بنشخصها يا دكتوره سدرا بحاجه اسمها سيبسيس اندوسد كواجلوباسيس. بنعمل بي تي وبي تي تي وسوفا سكورز، وبنعمل جنبهم الدي دايمرز، وبنعمل كمان اللي زي انا قلت لكم عليه اللي هو التاج الثرومبو الاستوجرام. بليز سيرشت، واذا عجبتكم هو موجود على فكره مستشفيات ورخيص، موجود عندكم في مصر بس ما استخدمش، بيستخدموه في كريتيكال كير. Thank you very much. Thank you. Thank you. Vitamin D وفيتامين سي وزنك. اوكي. دكتورة سدرة في رسالة. برضو السيليكوكسيب، انا بس قبليها السيليكوكسيب الانتي انفلاماتوري. كان زمان الانتي انفلاماتوري بنقول لا ما تستخدموهاش، وكان يفضل ولغاية دلوقتي بنفضل تايلينول الباراسيتامول. ولكن اذا كان وصلت ل 3 جرام تايلينول او طفل او اي حد يوصل كذا وعايز يستخدم انتي انفلاماتوري مفيش ريستريكشنز، يعني ما ده الدراسات اللي كانوا بيقولوا كده عليها اليومين دول. بس طبعا ده اخر دراسات ممكن تدي كذا وتمكن تتكلم، ده الدراسات بتقول كده. كان يو ميديكالي كان ذا ميديكال ستاف يوزنج اسبرين؟ برضو زي ما قلت لكم I will not give advices على البريسكريبشنز. انا ضد ان حد يدي بريسكريبشن استشر، ان احنا كلنا دماء يعني. بس طبعا ومش هطلع اقول انا باخد ومش باخد زي بقيه الناس، نو يعني انا بليز. طبعا انا شايف انه جايب نتيجه انه 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 باثوفيسيولوجي الاسبرين ان شاء الله يبقى كويس، بس ما عندناش اي ايفيدنس ولا اقدر في ستاديز اقدر اقول لك اه. الزنك والفيتامين دي والسي، طبعا الزنك والفيتامين دي والسي الناس كتير الفيتامين دي لقوا في بعض الدراسات انه قلل الكومبليكيشن في الاي سي يو، ففي بعض الدراسات اشتغلت على كده يعني فعلا، وبالتالي ابتدوا يدوا فيتامين دي. وخدوا بالكم ان انت لو عندك فيتامين دي اوريدي ديفيشنسي بس ما تدوش لاي ناس ببركه كده، اذا لقينا عندك فيتامين دي ديفيشنسي فانت المفروض تتعالج. فالفيتامين دي اذا كان عندك ديفيشنسي خده، المشكله تيجي في السي والزنك لان انت مش هتقعد تعرف تقيس ومكلام من ده. اذا ما كانش ليهم مشاكل اوكي، لكن انت تقول لي انها بتزود الاميونيتي، وي دونت هاف ستادي ان الحاجات دي بتزود، واخد بالك؟ I don't know يعني الكلام ده، ما فيش استدي على الكلام ده. لكن انا شايف في دكاتره بتطلع تقول لكم لا يا جماعه scientific basis، ما فيش حد يقدر يقول الكلام ده، لان انت بتقيس الاميونيتي ازاي بتاعتك هتدي ناس كده وكده وتقيسهم بعد شهرين. I don't know. شكرا دكتوره جميله، شكرا دكتوره سدرة، شكرا دكتور محمد زلريتو. طبعا هم بيستخدموه في بعض الحالات اللي بيشكوا فيها في الهايبر كواجلوبال ستيت، بعض الناس بتدي از اورال انتي كواجلانت وبس نوت ستاديد، يعني نوت ستاديد قلل قد ايه او ما قدتش قد ايه اب تو ماي نوليدج، ان انا ما قرناش. احنا في بعض زمايلنا بيدوه في الاوت بيشنت، بس برضو المشكله انه زي ما اتفقنا في هايبر في هايبر لازم تعمل بارامترز، ده راي الشخص يعني، او ده راي بعض معظم الستاديز دلوقتي هتلاقوها انه يو ماست هاف انه يبقى عندك بارامترز قبل ما تدي اي حاجه. لكن بعض الناس استخدموه هم الاثنين وجايبين نتائج كويسه. ثانك يو بروف. Make sure of the isolation at home that regards sometimes only short time for the patient who enter from mild to moderate or severe condition, and also regards a low saturation, maybe it's hidden, yes, and also some patient who is having severe, that's a scan, CAT scan, even no distress syndrome. Yes, زي ما اتفقنا الموضوع زي حضرتك QC دكتور whatever شكرا، لكن الموضوع زي ما حضرتك زي ما كتبته في سايلنت سكيميا صح، في سايلنت ديزني، وبالتالي سي تي سكان ممكن مور سيجنيفيكانت، لان انتوا عارفين السنسيتيفيتي بتاعت البي سي ار 60%، وحتى في امريكا بتطلع بعد 3 4 ايام ولا 5 ايام، واخدين بالكم؟ فالموضوع مش واو ان انت لازم تعمل بس السي تي سكان اعلى، وانا معايا حتى السنسيتيفيتي بتاعته في بعض الحالات كلها تبقى اعلى من الـ من الـ من الـ من البي سي ار بعض الاحوال. فيس نمره 3 المايلد تو مودريت سيفير، ان انت تقعد في البيت. في امريكا انا بقول لكم اللي بيحصل هنا الاياتي انه ما فيش مستشفيات عزله عندكم، يعني العيان لما بيبقى ديتكتد بوزيتيف بيتعمل له بعض الانفستيجيشن. وخدوا بالكم ان امريكا في كان حصل حاجات كتيره برضو، ومش امريكا بس، امريكا ايطاليا كل الدنيا، لان ما كانش في جايد لاينز، ما كناش عارفين ايه الموضوع.
فكان الناس بتروح، كان الاول بيحجزوه من الاول، بعد كده الناس قعدوهم في البيوت، في البيوت لازم يقعد في اوضه لوحده لمده اسبوعين، ولو جاله اي شكاوى بس لازم نبقى عارفين بارامترز، عشان لو الراجل ده لقينا الاكسجين ساتوريشن من الاول قليل هيدخل. واخدين بالكم؟ وبعدين نمره اتنين انه هيعمل ايه بقى في الـ في الـ في البيت، زي ايسوليشن، ولازم يبقى حاجات معينه، اللي بعيد عن اهله، اهم حاجه انه ما يعديش اهله، ونشوف اذا اي اشتكي من اي شكوى بيتكلم المستشفى او الدكتور بتاعه بيتابع معاه، بيطلع المستشفى يتعمل له كل تحليل وكده. انتوا بالنسبه لمصر اعتقد انه ممكن يكون المشكله انه عاد البيت والاوفر كراودنج، بس كان في نيويورك سيتي في بعض الاماكن كده، كان في بعض في البيلدينجز العمارات الناس قاعده في شقق وكانت بيحصل فيهم مشاكل كتيره منهم. بس از توليو ان المشكله، المهم انك تنزل الكيرف، لو بعدنا عن بعض ال 14 يوم دول وابتدينا ننزل الكيرف، الفيروس مش هيلاقي هوست يدخل فيه عشان يكمل. شكرا دكتوره كريستينا، شكرا دكتوره زينب. طبعا ممكن العيان ما يكونش عنده كحه، مش لازم العيان يكون عنده كحه، ممكن يكون دراي ماوث بس. We can get recording with this one. Yes, thank you for this. Great. Thank you very much. Thank you very much. أعتقد في أي أسئلة تانية ولا؟ I think كده خلاص. دكتور محمد فاروق كان سأل على دراج برضو، حضرتك أعتقد جاوبت عليه. ما كلوبيديجرول ده حضرتك. هو ده البلاك. ده أنا. ده تمام. أوكي خلاص تمام كده. يبقى كده أوكي. أشكر حضرتك طبعا، والساعة عندكم أعتقد دلوقتي الساعة 6 دكتور هاني. صح كده؟ 51 دقيقة بالظبط. أو ممكن حضرتك ما تكونش اتغديت لحد دلوقتي. لا أنا مش مشكلة، أنا مهم إن أنا أشوفكم بصراحة، لأن أنا حقيقي أنا سعيد بيكم. ولو ورسالة تانية زي ما أنا قلتها امبارح ولا أول امبارح في ويبنار، إنه بليز أرجوكوا إحنا كلنا منكوا عليكوا، يعني إحنا كلنا إخوات. عندك داتا عايز تنشر، عايز تعمل بليز، إحنا جاهزين للمساعدة بصراحة. انا بنشر كل يعني كل حاجات الحمد لله نشرتها في امريكا من اول ما جيت، حوالي كلهم توب 10 جورنال على مستوى العالم كله. وبعدين عايزين لو محتاجين اي حاجه، انا رحت لما مجدي يعقوب نتكلم على حاجات كتيره، عايزين محاضرات اونلاين، عايزين حاجات، انا كلنا تحت امركم. وانا اتمنى يعني خيركم من تعلم العلم وعلمه، يعني وده عمل ينتفع به. فانا تحت امركم في اي وقت، ولو احتجتوني في اي وقت دكتور اسامه عارف كل حاجه، وانا الفيسبوك بتاعي معروف، ادخلوا اسالوني، اعملوا اللي انتوا عايزينه كله، وانا تحت امركم اليومين دول، لان ما عندناش تدريس للطلبه اليومين دول. احنا انا شيء بالشيء يذكر دكتور هاني بيه طبعا كان يعني عمل معانا مجهود خرافي سنه 2017 في مؤتمرنا 2017، وجيت مجموعه من نيويورك برضه كان منهم وطبعا راح البنتيشن، وكان مجهود كتير. دكتور هاني قاعد معانا شهور يرتب القصه دي، والناس تيجي وتنزل وتسافر وترجع وتروح بيتها، يعني كان قصه غير طبيعيه. فيعني نشكرك طبعا، كان مجهود خرافي، فاحنا بنشكرك تاني، ونعرف الناس بحضرتك طبعا اللي بنشكرك جدا. النهارده كان معانا دكتور هاني عياش ام دي بي اتش دي كلينيكال اسيستنت بروفيسور ديبارتمنت اوف كارديوفاسكولار بيرفيوجن سي اتش بي، ريسيرش اسيستنت بروفيسور ديبارتمنت اوف سيرجري، اسيستنت بروفيسور ديبارتمنت اوف نيورولوجي ستيت يونيفرسيتي اوف نيويورك، واتكلم معانا النهارده عن ابديت الريسيرش في الكوفيد 19. بنشكر حضراتكم كل اللي كانوا معانا، وهنحاول موضوع ريكورد لان المحاضره بقالنا حوالي ساعة ونص وشوية، فقد يكون الريكورد ده حجمه ضخم جدا، ان شاء الله نحاول ان احنا نرفعه ونوصل له. طبعا دي كلمة صغيرة بس، بليز ما تعتبروش اي ميديكال ادفايس من اي حد حتى مني، بليز ما تاخدوش روجيتات بالتليفون، ما تاخدوش حاجات من اي حد، سيرش الجوجل مفتوح بليز، عشان ما لان في عيانين هيدفعوا ثمن الروجيتات اللي بتتنقل على الهواء دي، او انتوا كمان يعني انتوا ما تاذيش عن طريقك، يعني ان حد ما تفتكرش اللي بيتكلم احسن منك، لا انت لو سيرش وقريت هتبقى احسن منك. فبليز ما تعتبروش اي نصيحه طبيه لا مني ولا من غيري، وده مهم جدا من الاول. الف شكر ليكم مره ثانيه. شكرا لحضرتك، ونلتقي على خير. شكرا دكتور هاني بيه، ونلتقي على خير. شكرا يا جماعه، متشكرين جدا على وجودكم معانا، وشكرا على استماعكم وصبركم معانا، وشكرا دكتور هاني بيه مره ثانيه وثالثه ورابعه، ونلتقي دائما على خير. تحت أمرك. شكرا.
شكرا يا فندم. شكرا. الحمد لله.